يا صباح الخير والسعادة لكل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا حسام. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير حضرات السادة المشاهدين. الجو شديد البرودة وكلنا بردانين. الله يعين الناس اللي أشغالها بتحتم عليها الوجود في الشوارع. الله يعين اللي سقف بيتهم مش ساترهم. الله يعين اللي ما عندوش هدمة تقيلة يحطها على جتته. وهنا لازم يكون في دور للتكافل المجتمعي، وهنا لازم يكون في الناس بتحس ببعضها، وهنا في حاجات كتيرة جدا تتحط. احنا في وقت في درجات الحرارة منخفضة جدا جدا، يمكن يعني جيلي، يعني احنا نتكلم التلاتينات، جيل التلاتينات، والناس حتى برضو اللي في الاربعينات يكونوا بيقولوا ان دي ممكن تكون اسقع فتره عدت على مصر. خبراء الارصاد قالوا لا، كان في فترات اسقع من كده شويه، لكن المتفق عليه الجميع ان اليومين دول مصر بتشهد جو استثنائي. ده ما نقدرش نفصله عن الحر الفظيع اللي شفناه في شهر او في شهور الصيف الماضي. ما نقدرش نفصله عن التغير المناخي واللي حصل في شرق المتوسط من حرائق غابات. ما نقدرش نفصله عن التلج اللي نزل في أماكن ما كناش عمرنا نتخيل إن ممكن يبقى فيها تلج، زي غردقة مثلا، وزي السيول اللي حصلت في شمال سيناء، وزي المطر الشديدة اللي حصلت في شرم الشيخ، وزي وزي وزي. الطقس بيتغير، لكن على أي حال دايما خفة دم المصريين يعني بتكون هي الحاجة الأساسية اللي بتصبرنا على المال. مش عايز أقول المصايب، بس يعني الحاجات، الظروف الصعبة اللي احنا بنعدي بيها. يعني شفنا كتير كوميكس على السوشيال ميديا، الناس بتتكلم على البرد وبتتكلم على الكلفتة وبتتكلم على بقى شوربة العدس والبصل الأحمر كده عشان تتدفى، وإن النهاردة بيخلص المخزون الاستراتيجي للعدس في كل بيت مصري عشان كل أمهات بتعمل العدس النهاردة، فجو هيكون موجود تحت البطانية قدام التلفزيون. كل النكت اللطيفة اللي حصلة دي، لكن في النهاية نخلي بالنا، لأن النهاردة من المتوقع أن يكون في مطر. نخلي بالنا في الفترة اللي بتزيد فيها جدا جدا أعداد الكورونا، احنا بنتكلم في 1800 حالة تقريبا بشكل يومي، يعني ما كانش الرقم قل أو زاد في بعض من الأيام، وهو فيروس رئوي في الآخر، فبيزيد مع درجات الحرارة المنخفضة. فاليومين دول سهل قوي ان حد ياخد دور برد عادي، فما بالك بقى بالكورونا المنتشره. فنخلي بالنا ونتدفى كويس، ونحاول على قد ما نقدر يعني ما نكونش موجودين في الشوارع، نكون موجودين في اماكن مغلقه، واذا كنا في اماكن مغلقه مع ناس ثانيه نكون لابسين الكمامه، ويعني تعدي الفترة دي على خير يا جماعة إن شاء الله. يا رب. فعلا الجو صعب قوي حسام، وبتفق معاك طبعا. ربنا يعين يعني كل العمال اللي موجودين في الشوارع أو حتى في مواقع البناء، الناس اللي لازم تكون بتشتغل في هذه الظروف. طبعا الظروف يعني جو برد فعلا حقيقي، يعني جو صقيع.
وزي ما حسام كمان قال لازم يكون احنا لينا كمان دور مش بس تجاه البني ادمين اللي في الشارع، حتى الحيوانات. يعني الجو فعلا صعب. ولو هنتكلم بقى على درجات الحراره، احنا خلينا نبص للارقام كده. الارقام يعني بتقول ان كل اللي فات ده يعني ما كانش ساعه قوي، دي كانت خلينا نعتبرها كده بروفا. الساعه الحقيقيه النهارده ابرد يوم في الشتاء السنه دي هو النهارده. يعني حضراتكم شايفين كده زي ما احنا شايفين في الصوره، في غيوم وسحب. ده طبعا ده لايف زي ما احنا شايفين كده، يعني في سحب منخفضه بالفعل خلاص في محافظه مطروح وبتتحرك كمان تجاه القاهره. درجات الحراره في القاهره ما بين 12 درجه عظمى و6 درجات صغرى. بس يعني برضو مش عايزين حتى الستة والاتناشر دول يخدعونا، لانه في نشاط رياح بيزود من احساسنا كمان بالبروده. فالاحساس الفعلي بدرجه الحراره مش هيكون ستة، هيكون ثلاثة، يعني اقل من الدرجه الرسميه بثلاث درجات. يعني درجه حراره صعبه جدا. يمكن في ممكن البعض اللي مثلا عنده الثلاجه في البيت بتكتب درجه الحراره بره، هيعرف ان الجو ده فعلا اسقع من الثلاجه، الجو برد جدا. محتاجين ناخد بالنا من نفسنا لانه الجو صعب، في كورونا اعداد بتزيد كمان بشكل كبير، في ذروه دلوقتي من اوميكرون، واحنا عارفين ان هو كمان انتشاره سريع جدا. الحمد لله حدته اقل والاعراض اقل حده، لكن يبقى انه انتشاره كبير جدا. يعني كنا بنتكلم انه لو كان في المتحورات السابقه كان شخص بيعدي حوالي 5 اشخاص، في اوميكرون شخص بيعدي 14 شخص. مع بقى البرد وقفلة الشبابيك والمواصلات وقفلة الشبابيك في الأوض أو في أماكن الشغل أو في المكاتب أو ما إلى ذلك، مش هينفع خالص نقفل الشبابيك، لازم يكون في تهوية، ده أكيد. ده غير إن احنا لازم نلبس الماسكات يعني على قد ما نقدر، لو ممكن نقي نفسنا مثلا بفيتامين سي، يعني نحاول ناخد بالنا على قد ما نقدر. هنرجع مع حضراتكم مره ثانيه لحاله الطقس. في طبعا في محافظات كمان بيكون الطقس فيها اصعب من القاهره، يعني لو بصينا مثلا في شمال الصعيد الموضوع طبعا اصعب، درجه الحراره الصغرى هناك 3. يعني الاحساس زي ما قلت لحضراتكم بالسقعه، احنا بنقلل 3 درجات يعني 0. سانت كاترين ناقص 4، يعني يوم شتوي اوروبي بامتياز. ان شاء الله يعني يعدي كده بسلام، والناس يعني ارجوكم نخلي بالنا كده من بعض، وفعلا نحاول نتكاتف مع بعض للمره المليون. احنا في جو صعب، جاكيت، بطانيه خفيفه اللي هي سعرها بيكون مش كبير، اي حاجه سخنه موجوده، حتى لو وجبه سخنه، اي حاجه نقدر نساعد بيها بعض في الشارع، لان فعلا الجو صعب جدا. واحنا يعني زي ما قلنا ممكن يكون عندنا سقف ويكون عندنا 4 حيطان، ومع ذلك فعلا حاسين بالبروده، والموضوع مش سهل ومش بسيط ومش تافه. في الاول وفي الاخر ده احساس شخص بالبرد، احساس شخص محتاج ان هو يكون متدفي، يكون مستور، لانه احنا بنساعد بعض في الاول وفي الاخر. ده غير بقى حسام كمان لما تيجي تقرا تفاصيل سبب البروده، ففي موجه بارده جايه من جنوب اوروبا. هي هبه اللي عامله المشاكل. فالجو برد جدا، ومفروض انه كمان يعني هي هتستمر لغايه نهايه الاسبوع. الفرنساويين بيقولوا ايه؟ شرشله فم. ابحث عن المراه. ابحث عن المراه. مش كل حاجه هبه. احنا يعني انا قلت الفرنساويين بيقولوا، انا ماليش دعوه. طب احنا سميناها هبه. هم سموها هبه، انا ماليش دعوه. هم اكيد ما سموهاش هبه. ربنا يبارك لكم. في اوروبا ما سموهاش هبه. تعرفيش بقى هبه تكون ليها علاقات في اوروبا وتعرف الناس بتوع الارصاد هناك، فليهم معزه وليها معزه في قلبهم فسموها هبه. هم بلغوك الموضوع ده؟ انا عارف بقى في عاصفه يسموها هبه برضه، كمان عارف موضوع غريب برضه. اكيد في سبب، اكيد في سبب. اما في امريكا يعني بعد الشر طبعا عننا، كاثرينا ده اسم ست. بس في وكان في ايرينا كمان. لا وفي اسامي رجاله. وفي اسامي رجاله. بس المعروف ايه؟ شرشيله فم. انا مش هتفق معاك يعني، مش عايز ازعل بس السيدات اللي بيتفرجوا علينا والانسات والمدمزلات تحديدا اسمهم هبه. برضه وغير اللي اسمهم هبه عشان ما حدش يزعل مننا، بس يعني هم اللي سموا العاصفه هبه. صحيح. طب بما ان احنا بنتكلم عن هبه بقى بنتكلم على الطقس. ازيدكم الشعر بيت، في مطر النهارده، في مطر في مناطق كتير كمان يعني. في محتمل بكل تاكيد يعني هتمطر على الوجه البحري ومحافظات السواحل الشماليه، مطروح، اسكندريه، البحيره،
كمان من المفترض هيكون في مطره في بعض من محافظات الدلتا، احتمال كبير جدا من بدايه الساعه 8:30 9 تبتدي تمطر في القاهره والجيزه والقليوبيه. فيعني على اي حال ارجوكم ارجوكم اللي ما عندوش مشوار مهم ما ينزلش من البيت، اللي مش لازم يروح شغله ما ينزلش من البيت، واللي هيروح شغله يروح على طول ويكون موجود في مكان الشغل ويرجع، لان كمان احنا عارفين من عاداتنا يعني وغصب عننا الشوارع بتبقى زحمه مع المطره، فنخلي بالنا من الموضوع ده. فلو مش لازم تنزل خليك في البيت، ما تزودش الزحمه اللي هتحصل، وان كان يعني في الادارات المسؤوله والمحافظات والاحياء عاملين شغل. اه طبعا بكل تاكيد الدفايه ارجوك يا جماعه، اللي في العربيه اللي في البيت ما نشغلش الدفايه، واحنا طالعين من السخن نطلع على الساقع وبعد كده ندخل تاني السخن، ناخد بالنا بس وخلاص ان شاء الله هي هتخلص، هذه الموجه هتنتهي الاسبوع ده باذن الله. فيعني خلينا كده نزق الدنيا مع بعض ان شاء الله. على اي حال صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه بنبتدي معاكم حلقه النهارده من صباح الخير يا مصر. النهارده زي ما تعودنا مع حضراتكم يكون موجود معانا مجموعه من الاخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم. بنبتدي دايما بالاخبار اللي حصلت بالامس، واللي اهمها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الاتحاديه، والمؤتمر الصحفي المشترك اللي عقد بالامس، وكان في تاكيد من سياده الرئيس على علاقات الاخوه ووحده المصير اللي بتربط مصر والجزائر. كمان الرئيس السيسي هنأ الشعب المصري بعيد الشرطه وذكرى ثوره 25 يناير. السيد انتصار السيسي ايضا هنت رجال الشرطه المصريه وقالت الدفاع عن الوطن عقيده راسخه داخل النفوس. ايضا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي صرح بان مصر تبدي اهتمام باستئناف مفاوضات سد النهضه في اقرب وقت، وايضا تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال تطوير المناطق غير المخططه بالقاهره. ايضا دكتور مصطفى مدبولي تابع اجراءات الصكوك السياديه، وايضا اخبار ثانيه كتير، لكن البدايه مع حسام. اتفضل يا حسام. أول أخبارنا النهاردة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقد قمة مصرية جزائرية في قصر الاتحادية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتأكيد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنسيق المكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية. وخلال المباحثات تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس الجمهورية الجزائرية ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون
بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت ليومين والتي عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر والجزائر على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة. وفي نفس السياق وبعد المباحثات، عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري، وأكد سيادة الرئيس على علاقات الأخوة ووحدة المصير التي تربط بين مصر والجزائر، وقال سيادته أن المباحثات تناولت قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي، تم التوافق على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، السيدات والسادة الحضور، إنه من دواعي سروري أن أرحب بأخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون في أول زيارة رسمية له إلى بلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع الجزائر في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة. لقد أجريت اليوم مع فخامة الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة، تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية. وفي هذا السياق فقد توافقنا على ما يلي: تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتزيل أي عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، استمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل ومختلف أبعاده، إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بدون استثناء أو تفرقة، وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتكثيف منافع تمويلها. وقد ثمنت في هذا السياق جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات بتلك المنطقة. على جانب آخر، تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية، حيث توافقنا في الرؤى على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة. وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية
والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مصاري باريس وبرلين وبما يعيد لليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها. من ناحية أخرى فقد تناولنا قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية. وقد ثمن الرئيس تبون من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما اتفقنا على تعزيز جهودنا المشتركة على الساحة الإفريقية في ظل الدور المهم الذي تطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن، واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا الإفريقية. أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لقد أسعدني لقاءكم اليوم وأنني لا أتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين ويلبي تطلعاتها، متمنيا للجزائر الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية تحت قيادتكم الحكيمة، وأجدد ترحيبي بكم في بلدكم الثاني مصر. وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس الجزائري أنه يوجد توافق تام في الرؤى مع مصر بشأن قضايا المنطقة، والمباحثات شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة العربية والأفريقية والتحديات التي تواجه البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. فخامة الرئيس وأخي العزيز عبد الفتاح السيسي، اسمح لي أن أعرب مجددا عن سعادتي بتواجدي على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة والعزيزة علينا، وأجدد الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد مكنتنا هذه الزيارة من إجراء محادثات حقيقة مثل ما تفضلتم، محادثات ثرية ومثمرة تندرج في سياق تشاور مستمر بيننا، تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدنا على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها بلدانا على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون بأشقائنا العرب في القارة الآسيوية. وبالتأكيد فإن الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين قد أخذ حيزا من المحادثات، وتطرقنا إلى البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، وسيبقى هدفا متجددا في استراتيجية التعاون
الجزائر المصري الإفريقي والجزائر المصري العربي. محادثتنا التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر، وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والتي أسعى مع أخي عبد الفتاح السيسي والإخوة القادة العرب إلى إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول إلى التوافق الذي نأمل إليه، والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة تقوم على تغليب القواسم الجامعة الموحدة، وعلى ضرورة إدراك ومجابهة التحديات ضمن السياق العالمي وما ينطوي عليه من أجندات علنية أو خفية. هي في الغالب ومع الأسف لا تخدم طموحاتنا المشتركة، وإيمانا وأمالنا في بناء جسور التلاقي والتعاون والتفاهم عربيا وإفريقيا قصد النجاة. شكرا فخامة الرئيس وأخي على حفاوة الاستقبال. أيضا نشرت أمس الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك بيان مشترك بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة، وتم التأكيد على أنه تم خلال الزيارة بحث مختلف أوجه العلاقات بين مصر والجزائر وسبل الارتقاء بها بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة في ظل ما يربطهما من وحدة مصير وأهداف مشتركة. بطبيعة الحال وبكل تأكيد علاقات المصرية الجزائرية هي علاقات ممتدة ووثيقة، وأيضا هنتكلم عن هذه الزيارة، دلالتها، دلالة توقيتها، أبعادها، وكل ما يتعلق بهذه الزيارة في فقرة مخصصة إن شاء الله النهاردة في صباح الخير يا مصر مع دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام. كمان امبارح كان هناك تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجموع المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. قال الرئيس عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إن اليوم 25 من يناير سيظل خالدا في ذاكرة المصريين، يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات، وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب، وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة 25 من يناير. أيضا امبارح السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وجهت التحية لكل أمهات الشهداء الأبطال اللي قدموا أبنائهم فداء لمصر وشعبها. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نحتفل بالعيد 70 للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان. وأضافت: وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبنائهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة. الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء نشرت امبارح تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي أكد فيها حرص مصر على التوصل لاتفاق
ملء وتشغيل ملزم قانونيا لاتفاق لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال تحقيق الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لدول المصب مصر والسودان. قال كمان أن مصر بتبدي اهتمام باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية. امبارح دكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع تابع فيه إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الأمنة في المشروعات السكنية الجديدة، وقال أنه في تكليفات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، وده في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي. طبعا يعني المرحلة الأولى تكاد تكون انتهت، وكان الهدف طبعا قضاء على المناطق غير المخططة وغير الأمنة، وده كان عن طريق إنشاء مناطق أو مجمعات سكنية متكاملة الخدمات زي الأسمرات 1 و2 و3 معا أهالينا وغيرها كمان من هذه المدن السكنية. وتم بالفعل البدء في المرحلة الثانية، ومن المقترح أنه بيكون عدد المناطق اللي يتم تطويرها تكون 35 منطقة. أيضا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي ناقش بنود الموازنة الخاصة بالعام المالي الجديد 2022-2023، وكمان تابع إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على زيادة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزارة الداخلية نشرت أمس فيديو عن احتفال رجال الشرطة وسط المواطنين بعيد الشرطة 70. خلينا نتابع هذا الفيديو مع حضراتكم، نرجع مرة تانية. مظاهر الفرحة والبهجة هي الأجواء التي سيطرت على الشارع المصري في ذكرى عيد الشرطة 70، بعد نزول رجال الشرطة وسط المواطنين للاحتفاء معهم بذكرى التضحية والبطولة المخلدة في الذاكرة التاريخية للوطن، حيث تلقوا التهنئة من المواطنين والإشادة ببطولاتهم وجهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبين. ربنا يبارك فيهم، ربنا يبارك فيهم ويقويهم وينصرهم يا رب بإذن الله ويحافظ عليهم. كل سنة وحضرتك طيبين. ويحافظ عليهم بإذن الله. شكرا جزيلا. كل سنة وحضرتك طيبين وعيد شرطة جديد. وسعيد عليكم ان شاء الله، ربنا يحفظ مصر ويحفظ اهلها ويحفظ شعبها ان شاء الله من كل سوء، ويعود علينا وعليكم بخير، وتكونوا كده يعني او نكون احنا قد تضحياتكم. الورود والهدايا التذكاريه اهداها رجال الشرطه للمواطنين في الشوارع والميادين في كافه المحافظات، وتقدير من الشعب المصري لرجال يضحون من اجل وطنهم ويسهرون على حمايته، فهذا عيد كل المصريين. بحافلات مكشوفة تجوب الشوارع والميادين تحتضن بعضها القادرون باختلاف. كانت هذه صورة أخرى من صور الاحتفال بعيد الشرطة بعد أن امتزج رجال الشرطة وسط جموع المواطنين تأكيدا على التلاحم بين الشرطة والشعب. مبسوط جدا وسعيد اللي أنا موجود معاهم النهاردة، ومبسوط اللي أنا يعني مع كل إخواتي وسعيد جدا بالفسحة الجميلة دي. كل سنة وهم طيبين، وهم فعلا يعني يستاهلوا ده لأن هم بيحبوا بلدهم وهم عايزين بلدهم تبقى أحسن بلد في الدنيا. أنا فرحانة جدا جدا، إحنا بنزور الشرطة وكل حاجة، بس أنا مرة اللي فاتت زرت القرية الحربية أكاديمية الشرطة وكل حاجة، فأنا النهاردة إن شاء الله يعني أنا مبسوطة جدا أنا في عيد الشرطة إن شاء الله. كما تم توزيع مطويات تتضمن توعية بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع، وأرقام هواتف للمساعدة وتلقي البلاغات والشكاوى في هذا الإطار. وقد شهدت الاحتفالات توزيع كتيبات تحت عنوان القاهرة لا تتوقف، تتضمن كافة الطرق والمحاور بالقاهرة تساعد المواطنين على معرفة الاتجاهات في ظل منظومة الطرق والكباري المستحدثة. طبعا الكباري الكتيرة والمحاور الكتيرة اللي موجودة بتسأل علينا حاجات كتير قوي، وهي خطة جميلة
الدولة بتنفذها وبتشارك فيها الداخلية. فإحنا بنشكركم وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين ودايما كده معانا ودايما مع المواطن المصري. نشكر سيادة الرئيس على الطرق والمحاور اللي سهلت كتير واللي عملت سيولة مرورية في البلد واضحة طبعا وملموسة جدا، ونشكر وزارة الداخلية على الكتيب اللي وضح لنا الحاجات كتير. الاحتفالات امتدت إلى المتحف المصري بالتحرير. فرق موسيقات الشرطة استقبلت السائحين بمعزوفات وطنية مصاحب لها توزيع الورود تحية لزوار مصر، وهو ما أضفى جوا من الفرحة والبهجة على الجميع. الفرحة هي فرحة المصريين بشرطة قوية قادرة على حمايتهم، مستعدة للتضحية من أجل وطنها ومواطنيها. فذكرى عيد الشرطة هو تأكيد على معاني تلك التضحية. من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار المنتظر حدوثها اليوم، النهاردة هيتم إطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53، وهيستمر حتى 7 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. وإذا النهاردة تم تعطيل العمل في جميع المصالح الحكومية في محافظة الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيء، أيضا تعطيل المدارس ما عدا المراحل الدراسية اللي عندها امتحانات. وانصر يا رب الأبطال. النهاردة منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب كوت ديفوار الساعة 6 مساء على ملعب جابوما ضمن منافسات الدور 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون. تفاصيل كتير عن هذه المباراة أكيد هنناقشها النهاردة في الحلقة. عندنا توقعات بالتشكيل، عندنا آمال وطموحات عديدة نحطها على كتف الفريق والجهاز الفني. وأظن حضراتكم كلكم سمعتوا محمد صلاح امبارح، لا بقى أهلي ولا زمالك، والموضوع وصل للعيبة. ما بنشجعش نزل الزملكاوية يقولوا نزل زيزو، والأهلاوية يقولوا نزل محمد شريف. في منتخب مصر كلنا واقفين جنبه وفي ظهره، وبنشجع الفرقة وبنشجع المدير الفني للفرقة، سواء انت مبسوط بطريقة لعبه ولا مش مبسوط بطريقة لعبه. الراجل مش جاي هنا يضيع اسمه ولا يضيع تاريخه، ولا لاعبتنا بيضيعوا اسمهم ولا بيضيعوا تاريخهم. أكيد الراجل جاي عايز يكسب، وأكيد المنتخب عايز يكسب، فخلينا واقفين بنساند الفرقة. وبعيدا بقى عن اهلي وزمالك والجو ده، بتهيألي يعني احنا كنا نسيناه، مش عارف ايه اللي رجعنا ليه تاني يعني. وبقى يعني بصراحه يا جماعه شوفوا خامه الدوري المصري وخامه المنتخب وبعدين نتكلم. دوري المصري دوري محلي عايزين نوصل بيه في الاستثمار في الرياضه ويبقى دوري تنافسي قوي و و و، لكن مش لدرجه ان احنا ندخل بقى الالوان والفرق في المنتخب. اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا دول كان سيء للغايه. فلا محمد صلاح خارج السرب وعشان هو بيلعب بره، وما ينفعش نقول ما كانش موفق في ماتش، ولا ينفع نقول نزل فلان عشان خاطر ده اهلاوي، ولا ينفع نزل علان عشان خاطر ده زملكاوي. الفرقه كلها فرقه واحده، وده اللي قاله صلاح امبارح واللي اكد عليه كارلوس كيروش المدير الفني. فكلنا في ظهر الفرقه، وان شاء الله بكره في صباح الخير نحتفل سوا كده مع بعض، ويكون المنتخب يا جمانة مش عايز اقول حقق المفاجاه، لان عادي مصر فرقه تقيله جدا طبعا جدا ولها تاريخ، فهي ما تبقاش مفاجاه لو كسبنا كوت ديفوار. والله يا حسام انا زهقت من التنظير حقيقي، زهقت من التنظير وزهقت من التحليل، وزهقت يعني حاسه انه احنا يا جماعه نتفرج زي ما انت قلت، انصر يا رب الابطال، يعني نشجع منتخبنا ونشجع الولاد اللي لاعبتنا اللي بيلعبوا، يعني هم ده اللي محتاجينه دلوقتي. التحاليل والحاجات اللي بنطلع نقعد نقولها على السوشيال ميديا يعني بجد مش هتفيدنا باي شيء ايجابي، هي لو هتؤثر فهي هتؤثر سلبا. خلينا بس نقف ورا منتخبنا ونقول ان شاء الله يا رب يكسبوا، وان شاء الله نحتفل بكره ان شاء الله في صباح الخير يا مصر بفوز المنتخب المصري على كوت ديفوار. زي ما قلنا لحضراتكم الماتش النهارده الساعه 6 بالليل، دعواتنا كلنا للمنتخب المصري بالفوز. طيب لسه مكملين مع حضراتكم في اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده. مصر للطيران هتنظم رحله لمدينه دوالا الكاميرونيه لنقل 300 مشجع مصري لمؤازره الفراعنه في مباراتهم المهمه النهارده امام منتخب كوت ديفوار.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، وجي معاد بعض الاخبار الخفيفه اللطيفه اللي بنعرضها على حضراتكم بشكل يومي. في فيديو انتشر على موقع او مواقع التواصل الاجتماعي لانثى فيل اسمها كيني، موجوده في متنزه نيروبي الوطني. الفيديو بيظهر كيني لما جه ميعاد نومها، زي ما حضراتكم شايفين في ميعاد نومها الدنيا واضح ان هو يعني جو صبح شويه او ظهر، يمكن دي كانت بتاخد القيلوله بتاعتها بتأيل شويه على العصاري كده، والناس واقفه بتصورها. طيب يعني قررت انها كفايه بقى تصوير وهنقفل الباب عشان ايه، عايزين نخش ننام. احنا بننام بدري. احنا بننام بدري. كيني قفلت الباب وقالت لهم فكوكوا مني. لذيذه والله قوي. بعدين ده يعلمك انه احترام مواعيد النوم وعدم احترام مواعيد الصحيان. يعني احترم الميعاد اللي هنام فيه بس مش هحترم الميعاد اللي المفروض اصحى فيه، لازم اكمل النوم. مضطرين نحترمه. احنا مضطرين نحترمه للاسف. طب خلينا نروح لخبر تاني. الخبر ده يعني هو الحقيقه يعني خلينا نقول ان هو اثاره اكتر من انه خبر يعني لطيف او كوميدي. في مجموعه من متسلقي الجبال في روسيا واجهوا لحظه مرعبه جدا، كانوا متواجدين امام جبل البروس اللي بيعتبر وجهه لمحبي التسلق في العالم، لكن حصلت مفاجاه الحقيقه. يعني الموقف اللي حصل كان اكبر من اللي ممكن يتوقعوه او يجي في مخيلتهم. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في الفيديو، متسلقين فوجئوا بنزول الكتله، زي ما حضراتكم شايفين كده الكتله انها تقترب. يعني لا موضوع مرعب، موضوع طبعا يخوف. كتله ضخمه زي ما حضراتكم كده شايفين جايه ناحيتهم بسرعه شديده، وفي اللحظات الاخيره قدروا ان هم يهربوا بسرعه قبل ما تحصل كارثه. المتسلقين دول قالوا ان دي مش اول مره يروحوا يخيموا في المكان ده، وانهم بيروحوا كتير، لكن دي المره الاولى اللي واجهوا فيها موقف زي ده. بس يعني خلينا نشوف الفيديو مره تانية مع حضراتكم. انا حاسه ان مش هم اللي هربوا. انا كده مركز، انا بعرف انت بتحب التفاصيل. الكتله هي اللي هربت. هي اصلا الكتله كانت بعيده برضو عنهم، يعني حظهم حلو. خلينا نقول ان هو حظهم حلو، حظهم حلو وما هربوش من الكتله. هي الكتله يعني بعيده عنهم شويه. وبعدين في سبيس، يعني في في مسافه، في 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 حته فاضيه تقترب علينا. طيب نروح لفيديو تاني، فيديو لطيف الصراحه جدا جدا، والمزيكا شيء عظيم جدا. يعني قد ايه المزيكا بتسمو بالانسان، وقد ايه الطب الحديث فعلا وابحاثه وجدت ان المزيكا ممكن يتم استخدامها في علاج بعض الامراض، وايضا يتم استخدامها عشان تروق بالك كده. وما اعظم واكثر صعوبه من لحظه الولاده للام، قد ايه بتكون المشاعر مختلطه عندها ما بين وجع والم وقلق وخوف وامل في المستقبل وفرحه بالطفل اللي جاي. الفيديو ده اتصور في لبنان الشقيقه. سيدة لبنانية في لحظة الولادة في غرفة العمليات، دكتور بيولدها. أسيبكم تسمعوا. لا أول مرة ما بينكم سوا، سألوا الناس عنك سألوني، قلت لهم ناجح وعتلوني. مرة قد ايه الفيديو جميل. انا عايز اقول لك ان انا الفيديو ده انا يعني طبعا كنت من الناس اللي صدفته على مواقع التواصل الاجتماعي. انا عدت الفيديو اكتر من 5 مرات طبعا حقيقي طبعاً. يعني لحظه حلوه، ولحظه استقبال الام لمولودها الجديد، والدكتور ازاي كمان دي نقطه مهمه يهون. مش الدكتور بقى يعني اللي هو يلا بقى خلصينا في غيرك 10,000 عمليه باللحظة. في اليوم لا، هو مبسوط وعارف ان اللحظه دي خاصه جدا بالنسبه للست. يمكن الدكتور يعدي عليه 10 عمليات في اليوم، بس كل عملية منهم هي لحظة خاصة للمريض أو للست اللي بتولد. فأنت كدكتور دورك أنك تكون حاسس بالمريض اللي أنت واقف معاه في أوضة العمليات. وقد إيه بقى اللبنانيين حياتهم كلها فيروز.
اللبنانيين حقيقة يعني شعب محب للحياة ومحب للفنون، كل الفنون بكل أنواعها. يعني نتمنى فعلا أنه لبنان ترجع مرة تانية، لبنان اللي كلنا متعودين عليها، إن شاء الله ده يحصل قريبا. رأيها المشاهدين، خلينا نروح لفاصل سريع جدا، نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معكم لغاية الساعة 10 صباحا. نرحب بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. العاصمه الاداريه الجديده والموظفون اللي هيتنقلوا للعاصمه الاداريه الجديده، طبعا الموظفين دول لازم كان يتم تاهيلهم بشكل لائق وبشكل كبير جدا وبشكل مكثف عشان يكون عندهم مهارات التعامل مع النظم الاداريه الحديثه اللي من دورها انها تسهل تقديم الخدمات للمواطنين. خلينا نتابع هذا التقرير عن تاهيل الموظفين اللي هيتم نقلهم للعاصمه الاداريه الجديده ونرجع لحضراتكم على طول. وضعت الحكومة خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال تدريبات عملية على أعلى مستوى خاصة بالموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكونوا مؤهلين مع متطلبات المرحلة الجديدة ويكونوا أسوة بنظرائهم على مستوى العالم. وقد تم تنفيذ الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية بالانتهاء من تدريب 69,849 موظفاً، منهم 30,665 موظفاً تم تدريبهم على برنامج أساسيات العمل الحكومي من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كما تم تدريب 32,352 موظفاً في إطار حزمة برامج الجدارات و5,632 موظفاً على برامج التخصص الوظيفي بالتعاون مع الجهات المعنية، و1,200 موظف تم تدريبهم على عدة تطبيقات إلكترونية من قبل معهد النظم بالقوات المسلحة. وتم إنشاء قاعدة بيانات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية وإطلاق تطبيق إلكتروني لاستطلاع رغبات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بشأن حصولهم على وحدة سكنية بمنطقة سكن مصر بمدينة بدر ووحدات R3 بالعاصمة الإدارية أو بدل انتقال، بالإضافة إلى توزيع أسماء الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية على ثلاث مراحل وفقاً لمعايير موضوعية. وتم إرسال أسماء المرحلتين الأولى والثانية إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعمال شؤونها بشأن تسكين الموظفين. وتم إطلاق بوابة الوظائف الحكومية في أول يوليو 2021 لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتضم بوابة الوظائف الحكومية إعلانات لصالح 197 جهة أعلنت عن 672 مسمى وظيفي ليشغلهم 19,485 موظفاً. الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز أهم الأنباء مع حسام حداد، تفضل يا حسام. شكرا جزيلا جمعنا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم الأنباء يأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وخلال جلسة مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة. كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي، فيما تم التطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي، كما تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحافظ على الاستقرار الإقليمي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري، أكد الجانبان على استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك فضلا عن تعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وأكد الرئيس السيسي أنه تم التوافق مع الرئيس الجزائري على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. كما أوضح الرئيس السيسي أنه تم توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين. أعلنت وزارة الخارجية أن تحالف الأجندة الجديدة الذي يضم في عضويته كل من مصر والبرازيل وأيرلندا والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا أصدر بيانا يتضمن موقف التحالف من البيان المشترك الذي أصدرته الدول النووية الخمس في 3 يناير الجاري بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباق التسلح. كما أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن دول التحالف أعربت في بيانها عن قلقها من مواصلة الدول النووية تحديث ترسانتها النووية بما لا يتسق مع التزامات هذه الدول ذات الصلة بنزع سلاحها النووي، أخذا في الاعتبار أن استمرار حيازة هذه الأسلحة يمثل مصدر تهديد واضح للإنسانية. وجهت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم التهنئة إلى الطبيب المصري الأسترالي الشاب دانيال نور لاختياره شخصية العام على مستوى قارة أستراليا في فئة الشباب. وعبرت وزيرة الهجرة عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وشكرت على حرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1783 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 347,557 حالة. وأعلنت الصحة تسجيل 1809 حالات إيجابية جديدة و35 حالة وفاة. أعلن التحالف العربي أن طائراته استهدفت مناطق عسكرية تابعة لقوات الحوثي بالعاصمة صنعاء. وأوضح التحالف العربي أنه تم استهداف معسكر سلاح الصيانة ومحيطه في حي النهضة شمال العاصمة. وكان التحالف العربي قد أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات، مشيرا إلى أن العملية تعد استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية. أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بإثيوبيا أنهم اضطروا لشن عمليات عسكرية للتصدي للقوات الحكومية لآديس أبابا في منطقة عفار المجاورة. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن الجبهة اضطرت لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التهديدات التي تشكلها القوات الموالية للحكومة في منطقة عفار، مضيفة أن الحكومة الإثيوبية تسعى من خلال تهديداتها لعرقلة العمليات الإنسانية وإثارة أزمة أمنية. يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب كوت ديفوار 6 مساء، وذلك في إطار منافسات دور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون. يدخل منتخب الفراعنة اللقاء بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، حيث تغلب على كل من غينيا بيساو بهدف نظيف والسودان بالنتيجة ذاتها، بينما تلقى الخسارة في أول مبارياته أمام نيجيريا بهدف دون رد. ختام موجز 8، وعد لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد هذا الفاصل.
بنرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. امبارح وزارة قطاع الأعمال أعلنت عن قرار جديد للجنة منظومة تداول القطن بشأن المتأخرين عن توريد المحصول في المواعيد المحددة. القرار بيسمح بفتح محالج القبضة للغزل لتجميع الأقطان من المتأخرين عن التوريد لحد منتصف فبراير القادم. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا القرار من الأستاذة داليا تدرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. طيب لو نعرف منك يعني لسه ما سلمش القطن بتاعه يعمل إيه دلوقتي عشان يقدر يورده؟ اللي لسه ما سلمش القطن بتاعه يتوجه لاقرب محتج تابع للسكه القبضه القطن والغزل والنسيج يقدر يسلم القطن بتاعه هناك وهتحصل مزايده عليه امتدادا لنشاط المنظومه اللي كان المفروض ينتهي. وجدنا ان في نسبه صغيره جدا لا تتعدى 1 في 1000 من الاقطان اللي اتزرعت ما اتسلمتش من خلال المنظومه. 1 في 1000 دي فرصه للمتلاعبين ان هم يعني يستغلوا الفلاح. عشان كده الشركه القبضه فتحت محالجها لتسليم الاقطان والمزايده عليها بنفس نظام المنظومه. طيب في سؤال مهم، هل اللي ما سلمش القطن في الموعد المحدد مسبقا هيتم توقيع عليه اي غرامات؟ هي مش غرامه انما رسوم اعاده فتح مراكز التجميع والفرز. يعني طب هل الرسوم دي هو دفعها في المره الاولى؟ معلش بس استاذه، هي رسوم يعني علشان نعمل ده مره ثانيه بعد طيب. ما وقت تجميع استاذه داليا استاذه داليا، هل هو المزارع او الفلاح دفع في المره الاولى وهيرجع يدفعها تاني ولا هو ما دفعش في المره الاولى والناس عاده ما بتدفعش في المره الاولى؟ عشان بس نوضح النقطه دي. المرة الأولى خدمات مركز التجميع بتبقى على شركة التجارة، إنما الفلاح كان معلن إنه هنخلص التسليم يوم كذا. فعلشان بس الالتزام في المرات الجاية يعني بنقوله إنه ده ليه تكلفة على الدولة فلازم حضرتك تشترك فيها لأن حضرتك اللي تأخر. يعني اللي راح في ميعاده في الأول ما بيدفعش فلوس، الفلاح ما دفعش حاجة. اللي تأخر هي مش غرامة، هي مصاريف عشان نفتح المكان مرة تانية عشان نقدر نستقبل القطن بتاعك. مظبوط كده؟ بالضبط، هي مشاركة في جزء من المصاريف. طيب دكتور داليا، يعني حضرتك ذكرتي خلال حديثك انه نسبة الفلاحين اللي ما سلموش الأقطان هي 1 في 1000، دي نسبة تعتبر نسبة يعني مش كبيرة، فيعني ليه قررتوا انه بهذا القرار؟ هي النسبة مش للفلاحين، النسبة لعدد قناصير القطن. القرار دوت عشان ما يحصلش، القطن كسلعة ليها طبيعة خاصة علشان في فئات كتير من القطن، وطويل السيلة وقصير السيلة، قطن بحري قطن قبلي، فما ينفعش يحصل أي خلط أو تسريب لأن التسريب ده بينطوي على البذرة اللي ممكن حد ياخدها ويزرعها أو يحصل تسريب للبذرة بره مصر فالسلالة المصرية تتهرب. فحرصا على القطن وعدم انتقاله من محافظه لمحافظه او تهريبه بره مصر بيبقى في حرص شديد ان كل القطن اللي اتزرع يتجمع. طيب دكتوره داليا، القطن السنه دي انطار القطن تقريبا ب 6000 جنيه، ده قرب الضعف من التمن اللي كان عليه السنه اللي فاتت. ليه السعر ارتفع كده؟ وهل السعر ده حقيقي ولا في تضخم في بورصه القطن؟ يعني ايه اللي حصل؟ لا، هو السعر حقيقي لانه السعر يعني سعر المزاد او سعر فتح المزاد بيبقى مبني على الاسعار العالميه للقطن، والاسعار العالميه زادت، فده انعكاس طبيعي. ودي ميزه للفلاح، ان الاول كان في حد بيقول للفلاح انا هاخد قطنك بسعر كذا بيفرض عليه سعر. انما ربط يعني، ودي احد مزايا المنظومه انها بتربط سعر تداول القطن في مصر بالاسعار العالميه ليه، لو الاسعار العالميه زادت السعر بيزيد في مصر لانه مبني على معادله ما داخل فيها السعر العالمي لسعر الفتح. طبعا زياده الطلب جوه مصر بتزود سعر في المزاد وده بيبقى ميزه للفلاح. معلش دكتوره داليا، هو احنا السلعه بتاعته وبالتالي يعني يقبل على زراعتها بحسب دي احنا رابطين السعر بالسعر العالمي ليه يا فندم؟ عشان احنا بنصدر القطن ده يعني ايه سبب الربط؟ هل التصدير ولا غيره؟
لا يخفى على حضراتكم طبعا اثر الجائحه وكورونا على الصناعه العالميه. المصانع كانت قافله، المصانع ابتدت تفتح عالميا، وبالتالي مصانع الملابس الجاهزه ابتدت تفتح وتشتغل، فابتدى يزيد الطلب تاني على منتج القطن كمدخل للمصانع دي. يعني احنا ده القطن بتاعنا بيتباع لبره؟ حاله اللوك داون اللي كان فيها العالم السنه اللي قبلها مع يا استاذه داليا، بس خلينا بس نوضح نقطه نقطه بعد اذن حضرتك. يعني احنا القطن بتاعنا اللي احنا بنلمه من الفلاحين ده بنبيعه لبره مصر، بنصدره بره مصر، عشان كده احنا بناخد منهم من الفلاحين السعر بالسعر العالمي، ولا القطن بتاعنا بيروح لمصانعنا المصريه صناعه محليه؟ في جزء وفي جزء، بس احنا حتى اللي بينتج محليا ما هو بينتج محليا بتضاف عليه قيمه مضافه ويتصنع، وجزء منه بيتباع في السوق المصري بديلا للواردات، او انه بيتصدر كمنتج يعني تم الصنع. في الحالتين احنا جزء من الاقتصاد العالمي، فطبيعي ان الاسعار عندنا يعني تتاثر بتحركات الاسعار العالميه، سواء القطن الخام، سواء قصير السيله، سواء طويل السيله، سواء منتج كامل الصنع عليه قيمه مضافه محليه. طيب أستاذة داليا، يعني رد فعل الفلاحين تجاه هذا القرار وأيضا تجاه هذا السعر اللي حضرتك ذكرتيه؟ مش عاوزة أقول رد فعل الفلاحين تجاه السعر، لأن السعر مش بيتحدد بالمنظومة، يعني ممكن ده قوة عرض وطلب ممكن، ويعني وعشان كده إحنا دايما في التوعية للفلاحين بنقول إقبالك على المنظومة لأنها بتربطك بالسعر العالمي. السنة دي زاد بس ممكن سنة تانية يقل. وطبيعي ان لما يحصل زياده كبيره قوي كده طبيعي يحصل ما يطلق عليه يعني في البورصات كوركشن، او يعني تراجع شويه بعد كده. فمش منتظر ان السعر دوت يفضل على طول كده. طيب اخر ميعاد لتسليم الاقطان امتى يا فندم؟ اتفضلي حضرتك. اخر ميعاد لتسليم الاقطان امتى؟ نص فبراير. وبندعو جميع الفلاحين انه يتوجهوا للمحالج علشان القطن يحصل عليه مزايده وياخد القيمه العادله للقطن بتاعه، بدل ما حد يستغله وياخده منه بسعر اعلى. طيب استاذه داليا، حضرتك قلتي ان عاده لما بيكون في ارتفاع شديد في الاسعار زي اللي حصل السنه دي، ان احنا وصلنا للانطار ب 6000، بيكون متوقع ان في كوركشن او اعاده الضبط للاسعار في الموسم اللي بعديه، فممكن ينزل. طب في آلية موجودة في الوزارة النهاردة عشان أحمي الفلاح لو السعر نزل على سعر التكلفة، سعر السمات، سعر الزراعة؟ يعني ما ممكن البورصة العالمية ينزل السعر فالفلاح يبقى اشترى السماد البذرة بتاعت التقاوي البذرة بتاعت القطن بسعر أكبر قد كده، وبعدين جه لقينا السعر بتاع البيع نزل في البورصة العالمية فيبقى الفلاح خسران. إيه الآلية للحماية؟ الآلية دي سياسة دولة، مش يعني وزارة قطاع الأعمال العام مهتمة بالموضوع ده لأنه مدخل أساسي لقطاع بيحصل فيه تطوير كبير، فإحنا مهتمين ككلاينت، إنما مش منوطين بضمان سعر معين للفلاح. دي سياسة دولة بتتحدث بالتعاون بوزارات بين وزارات كتير، إنما يعني اللي أقدر أقوله لحضرتك من الشغل في المجال ده 4 سنين إن الفلاح بتاعنا على درجة من الوعي فوق اللي احنا بنتخيله. هو بيبقى عارف ان السنه بتطلع قوي، فالسنه الجايه لو زرعت كتير العرض هيزيد وبالتالي السعر هيقل، فبيقدر يعمل يعني ما يقال عليه سلوك رشيد يعني، ويحدد المساحه اللي تخليه يكسب. بس هو اللي بيحدد يا فندم ولا وزاره الزراعه هي اللي بتقول مين يزرع قطن وما يزرعش قطن؟ يعني الفلاح هو اللي بيقول ولا الوزاره هي اللي بتدي التقاوي؟ ان ما تقدرش تجبر حد يزرع او ما يزرعش، يعني الفلاح هو اللي بيختار يزرع المحصول ده او المحصول غيره حسب رؤيته الانتاجيه ومكسبه فيه. طب واذا حصل يعني بناء على كلام حضرتك كده الفلاحين سمعوا وبيتوقعوا ان السعر هينزل السنه الجايه، فحصل عزوف، الفلاحين في مصر خافوا ان السعر ينزل بناء على الكلام اللي حضرتك قلتيه فما زرعوش، ونلاقي الموسم السنه الجايه ما فيهوش قطن؟ بيقللوا المساحه المنزرعه ويقسموها بين القطن وبين محصول تاني، المحاصيل المنافسه. يعني الارشاد الزراعي مش قوي. الارشاد الزراعي مش موجود في الموضوع ده؟ يا كتير قوي يا ما فيش خالص، بيحصل بصوره في حته في النص. ما عشان كده انا بسال حضرتك الارشاد الزراعي فين في من القصه دي؟ مع انه في يعني محفزات نقدر نقول على نقدر نشجع بيها الناس اكتر.
تمام عظيم. يعني الارشاد الزراعي عشان منتجك يبقى احسن. في طلب عالمي موجود دايما على القطن المصري خصوصا طويل السيله مع القطن، يعني رغم ان هو طلب بيمثل نسبه قليله من الطلب العالمي على القطن لانها سلعه متميزه جدا، انما الطلب ما زال موجود، فهم عارفين ان في طلب، والقطن المصري بيختلف عن اي قطن ثاني، فهيفضل الطلب عليه موجود بس بالكميات اللي هي يعني تخلي الفلاح يفضل يزرعه ويكسب بنسبه التوسع الملائمه. بكل تاكيد يا فندم القطن يعني مصري الحقيقه يعني غني عن التعريف في العالم كله، وفي الاخر هو الهدف الاساسي هو انه تفضل المساحه المنزرعه من محصول القطن تزيد والفلاح يستفيد، واحنا كمان نرجع مره ثانيه القطن المصري بالقيمه كمان المضافه يكون في منتجات مصريه وايضا تصدر للخارج، لانه القطن المصري يعني مشهود له الحقيقه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره داليا تدرس مساعد وزير قطاع الاعمال، وطبعا يعني في جهود كبيره الحقيقه للمحافظه على القطن المصري وعودته مره اخرى ان كان محليا او حتى في الاسواق العالميه. نروح لخبر تاني هام جدا الصراحة. هيئة الدواء المصرية منحت رخصة الاستخدام أو رخصة للاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير لعلاج الكورونا، وده بيعتبر أول علاج عن طريق الفم، ومصر أول دولة في الشرق الأوسط بتوفر هذا العلاج. تفاصيل أكتر من الدكتور جورج ماهر مدير التسويق بالشركة المصنعة للعقار في مصر. صباح الخير يا دكتور وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على حضراتكم وتحياتي. استاذنك الاول، احنا بننطق الاسم صح؟ مولنو بيرافير مظبوط؟ تمام مظبوط يا فندم. طيب عظيم. المملكه المتحده كانت من اوائل الدول اللي اقرت استخدام هذا العقار، ولكن هناك يعني تخبط كده في الصحافه العالميه، مش عايز اقول في القطاع الطبي العالمي، ما بين هل هو الدواء ده بيتاخد للوقايه ولا بيتاخد للعلاج في الحالات المتوسطة والضعيفة. تمام. لا هو زي ما حضرتك قلت، هو الدواء حصل على إجازة من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، وبالتالي تم طرحه في أسواق بريطانيا وأمريكا، وبالتزامن مع طرحه في بريطانيا وأمريكا تم إجازة الدواء أول أمس في مصر، وده يعتبر سبق لينا لان احنا اول دوله في المنطقه كلها او الدوله في الشرق الاوسط كله تكون بتجيز هذا الدواء، وان شاء الله ما بين النهارده وبكره هيكون الدواء نفسه متاح. بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك، هو للوقايه ولا للعلاج؟ لا هو للعلاج وليس للوقايه، هو ليس فاكسين، هو علاج للحالات البسيطه والمتوسطه الشده من فيروس كورونا، وزي ما حضرتك قلت هو اول علاج مصمم ومعد خصيصا لعلاج الكورونا. كل العلاجات اللي كانت قبل كده مضادات الفيروسات كانت علاجات لامراض فيروسيه اخرى زي الايكولا او زي الانفلونزا الموسميه، وتم تجربتها في حالات الكورونا واثبتت نجاح، وبالتالي تم استعمالها واجازتها. لكن هذا العقار المولنوبيرافير هو اول عقار يتم صناعته ويعني العمل عليه منذ اكثر من عام ليكون اول عقار مضاد للفيروسات يعطى عن طريق الفم لحالات الكورونا. طبعا يا فندم هي خطوة مهمة جدا وخطوة إيجابية، إن كان فكرة تواجد عقار يعني لمعالجة كورونا بشكل خاص، وكمان فكرة أنه يكون متاح في مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وأيضا أفريقيا. لكن حضرتك قلت يا فندم أنه هيكون متاح خلال أيام قليلة، هيكون متاح فين؟ يعني في الصيدليات ولا هيكون متاح في المستشفيات؟ لكن حضرتك قلت هو متاح أو بيعالج الحالات البسيطة والمتوسطة، فهل هيكون متاح للمواطنين عادي في الصيدليات ولا لازم يكون مثلا عن طريق روشتة دكتور؟ هو يعني زي ما حضرتك قلتي هو هيكون متاح في المستشفيات، صيدليات المستشفيات وليس الصيدليات العامة المتاحة للجمهور، وبالتالي لازم يكون في اشراف طبي كامل ولازم يكون في روشته طبيه موصوفه للمريض، والمريض هيحصل على العلاج من خلال صيدليات المستشفيات وليس الصيدليات العامه. طب دكتور خلينا بس ناكد على النقطه دي، هي كل الادويه عموما لازم تكون تحت اشراف طبي حتى الفيتامينات، لكن لو هنتكلم على المولنوبيرافير بشكل خاص لازم يكون عن طريق روشته، يعني المواطن هيروح بالروشته، الشخص هيروح بروشته مكتوب فيها الدواء ويتصرف له، من غير روشته مش هيتصرف. بالظبط كده يا فندم، لمنع حدوث اي يعني
يعني زياده مفرطه في الاستخدام ممكن نكون احنا مش محتاجينها في الفتره دي، فيكون الاستخدام يعني تحت اشراف طبي كامل وشته طبيه موصوفه للمريض، والدواء متاح بكميات وافيه جدا. يعني عايز بس اطمن انه احنا بنوفر كل احتياجات السوق المحلي، وكمان عندنا كميات للتصدير. يعني عشان احنا كنا اول دوله فتحت هذا العقار في منطقه الشرق الاوسط، فاحنا عندنا طلبات كتير جدا للتصدير للدول الجوار، وان شاء الله بعد ضمان تلبيتنا لكل احتياجات السوق المحلي هيكون كمان في كميات للتصدير. فمن ناحيه الاحتياجات هي متوفره، لكن عايزين يكون برضو الاستخدام عادل ومرشد وتحت اشراف طبي كامل. طيب النقطة المهمة الأخرى يا دكتور هي خاصة ب مش عايز أقول جودة، بس يعني استخدام اللقاح مع متحورات كثيرة. يعني احنا عدى علينا 3 أو 4 متحورات حتى الآن، هناك الحديث عن متحورات متغيرة في المستقبل، حصل نوع من أنواع التزاوج ما بين الفاريانت دلتا وأوميكرون دلتا كرون، وقالوا أنها موجودة في منطقة شمال المتوسط جنوب أوروبا. فاللقاح فعال، عفوا الدواء فعال مع كل الفاريانتس أو المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا؟ تمام، خليني أكون واضح مع حضرتك. هو الدراسة الكلينيكية اللي اتعملت على عقار المولد تمت على 775 مريض تعاطوا هذا العقار، وكانت النتائج كلها مبشرة جدا. كان الاحتياج لدخول المستشفيات مش أكثر من 3%، وحالات الوفيات الحمد لله كانت 0% في المجموعة اللي تعاطت هذا العقار. ولكن أثناء التجربة الكلينيكية اللي تمت على عقار المولد الرفيق ما كانش لسه الأوميكرون فاريانت كان ظهر، وبالتالي هو تم تجربته على الفيروس يمكن يكون بفاريانت ثاني غير الأوميكرون. اللي احب اطمن عليه انه طريقه عمل هذا العقار ان هي بتشتغل على الدي ان اي او الار ان اي بتاع الفيروس، وبتثبت من تكاثر الفيروس. وبالتالي لو احنا درسنا كويس طريقه عمل العقار هنكتشف انه ان شاء الله هيكون فعال بنفس الجوده وبنفس يعني معدلات الشفاء مع كل الفاريانت اللي ممكن تكون موجوده، ولن يتاثر باي فاريانت عن الثاني. طيب يا فندم، هذا الدواء هل في اشخاص معينه ما تقدرش تتناول هذا اللقاح؟ طبعا حسب الدراسات والابحاث اللي اتعملت عليه، هل الاشخاص اللي عندهم حساسيه معينه ما يقدروش يتناولوا هذا العقار؟ الحوامل هل هو امن على الحوامل ولا لا؟ الاطفال يعني، لو حضرتك تقول لنا بس بعض المعلومات عنه. لا، هو المتاح من الكورونا هو للبالغين وليس للاطفال، ومش للحوامل لانه ممكن يكون بيؤدي لبعض الشواذ في الاجنه، فمش مطالب ان هو يتاخد للحوامل. وطبعا اي عقار مش بيتاخد لاي حد عنده حساسيه من هذا العقار، فده دي صفه عامه في اي عقار اخر، يعني ما لهاش اي احتياطات. يعني طب ثبت يا فندم خلال الدراسات وجود اي اعراض جانبيه؟ الحقيقه لا، ما كانش فيه اعراض جانبيه تقلق، غير انه ما يتاخدش زي ما قلت لحضرتك للحوامل، لانه ممكن يؤدي الى اضطرابات الاجنه او حاجه زي كده، فده مش مستحب ويعتبر ممنوع تعطيل لاي حاله حمل. لكن غير كده في البالغين وليس الاطفال، وبخلاف حالات الحمل فهو امن تماما ولم يسجل اي اعراض جانبيه تقلق. عظيم. طيب دكتور جورج، اخيرا بعد اذن حضرتك، قلت لنا ان الدواء بيشتغل على الدي ان اي الخاص بالفيروس جوه الجسم عشان يمنع تكاثر الفيروس. هل الدواء بس بيقوم بمنع التكاثر ولا كمان بيقوم بالقضاء على الفيروس اللي موجود داخل الجسم؟ يعني هو دلوقتي احنا استبعدنا ان هو ما بيتعاملش مع السيمبتومز، ما بيتعاملش مع الاعراض، هو بيتعامل مع السبب في المرض وهو الفيروس، فبيمنع التكاثر وبيقضي على الفيروس، ولا بيمنع التكاثر بس وبيسيب المناعة الجسمانية هي التي تقضي على الفيروس؟ طيب الأول برضو الشق اللي حضرتك ذكرته هو ملوش يعني تأثير مباشر على الأعراض، لكن طبعا هو هيقضي على كل الأعراض نتيجة القضاء على السبب. فهو السبب هو الفيروس وتكاثره داخل الجسم، في حين القضاء على الفيروس ومنع تكاثره بالتالي كل الاعراض المصاحبه للكوفيد كيس هتختفي. فدي اول حاجه، هو طبعا بيحسن الاعراض. لكن لو اتكلمنا على الفيروس من غير ما يكون نشط وبيتكاثر داخل الخلايا،
هو يعتبر جزء خامل، يعني هو احنا لو منعنا تكاثر الفيروس داخل الخلايا احنا حولنا الفيروس من كائن حي الى جزء خامل داخل الخليه، فيعتبر كده تم القضاء بشكل كامل على الفيروس، منع تكاثره هو مرادف للقضاء الكامل عليه. عظيم جدا جدا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور جورج ماهر مدير التسويق بالشركه المصنعه لعقار مولو او مولنو برافير على وجودك معنا، بنشكرك يا فندم شكرا جزيلا. فصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباراه حاسمه لمصر النهارده امام كوت ديفوار، كلنا مستنيينها المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 6 مساء، واحنا كده في حاله تفاؤل ان شاء الله، وكل المحللين اجمعوا انه في حاله تخطي المباراه باذن الله مصر هتوصل للنهائي. في مفاجآت كمان كتير قوي في دور ال 16 خلينا نتكلم عنها، ونتكلم عن توقعات تشكيل المنتخب مع الناقد الرياضي محمد عفيفي. محمد صباح الخير عليك، ودايما ضيف عزيز علينا وبنتفائل بيك. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل المشاهدين، صباح الخير يا مصر اينما كانوا، ويا رب ان شاء الله يكون فالحسن جديد. كنت قبل مباراه غينيا بيساو وعلقت عليها كمان لراديو كسبنا الحمد لله، اتمنى ان شاء الله كمان يكون وش خير باذن الله مع كل المصريين ان احنا نتفوق و... انت كمان عندك الماتش النهارده في الراديو؟ لا وده كويس عشان ابقى مرتاح شويه من الضغوط اكتر، المبارزه دي حساسه كتير قوي ان شاء الله. احنا طبعا هنتكلم معاك كتير قوي، لكن خلينا دلوقتي نروح نعرف بقى اكتر عن لقاء اليوم وفي ايه اخبار منتخبنا كده ان شاء الله. ايه في الكاميرا معانا احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا احمد، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. يا صباح الفل يا جماعه، برحب بيكي وبرحب بحسام والكابتن محمد عفيفي طبعا. اهلا بيك. طيب طمنا على المعسكر بقى يا احمد، يعني كل المصريين عايزين يطمنوا على المنتخب المصري واحوال المصابين فيه ايه؟ والله خلينا نطمنك يعني انه كل اللعيبه جاهزه للمشاركه في المباراه، يعني عدا محمود الونش اللي الناس كلها بتتكلم انه ممكن يلعب اساسي النهارده، لكن الونش لسه مش افضل حاجه، هو جاهز للمشاركه طبيا ولكن فنيا الجهاز الفني خايف ان هو يجازف بيه، فعشان كده الونش هو الوحيد داخل منتخب مصر مش افضل حال. مسحه اللعيبه كلها سلبيه الحمد لله. الحمد لله كل اللعيبه جاهزه وايضا للمشاركه في هذه الناحيه، ولكن خلاص في عندنا الغياب الوحيد من اول البطوله هو اكرم توفيق، وده مش موجود داخل المنتخب، خلاص رجع مصر عشان العمليه. لكن بالنسبه للحاله النفسيه والصحيه والبدنيه بالنسبه للاعيبه المصريين وهم مؤهلين نفسيا تماما ان هم داخلين المباراه ما قدامهمش ما فيش قدامهم هدف غير الفوز غير اسعاد الجماهير، ده اللي حصل امبارح واتكلم عليه كارلوس كيروش ومحمد صلاح وتصريحاته اللي طلب فيها دعم الجماهير المصريه. كنت شفت يعني بعض الناس بتنتقد تصريحات محمد صلاح انه بيطلب من الجمهور التوحد خلف المنتخب، وانا شايف ان ده امر طبيعي جدا ان محمد طبعاً. صلاح يعمل كده في الوقت ده أكيد. صلاح لما يقول ان انا عايز الجمهور كله، لانه هو شايف ان في انقسام كبير على دعم منتخب مصر، وطبيعي جدا ان هو يطلب قبل مباراه حساسه في دور ال 16. اي نعم الجمهور جايز عندهم بعض الحق علشان خاطر انه مش ده المنتخب الاداء الفني المطلوب خلال فترات ماضيه، فكان ليه تبعيه من خلال رد فعل الجمهور، لكن صلاح انه يطلب ده في الوقت ده كان مهم جدا، يطلب ان الجمهور ما يشجعش لعيبه الاهلي فجمهور الاهلي يشجعهم، ولاعيبه الزمالك جمهور الزمالك يشجعهم. احنا ورا منتخبنا. يعني من الاخر كده عباسط الزملكاويه ما يطلبوش زيزو والاهلاويه ما يطلبوش شريف، عشان نريح دماغنا بس من النقطه دي، عشان يعني ايه يعني اتنحل فرونه فيها بصراحه. خلاصه كلام محمد صلاح يا جماعه بيقول انا ما بتاثرش، انا كمحمد صلاح ما بتاثرش بالكلام ده، انا مريت بتجارب اكثر من كده واقسى من كده، ولكن في النهايه يعني خليكم ورا عالم مصر، عالم بلدنا أكيد. احنا ورا المنتخب ما طيب. مش عايزين نفصص المواضيع. اتفضل نخش بقى في الكلام اللي بجد. انا بقلق لما تكون انت المذيع، خد بالك من الحلقه. طيب بقول لك ايه، انت الماتش اللي فات فلتت منك زيزو في التشكيل. في التشكيل؟ في التشكيل اه. وبعدين شفت انا البوست بتاع الضحك، طب انتوا نقلتوا وما صلحتوش. تمام. لا 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 بقول لي يعني قلت بقول لك ايه، قول لي التشكيل النهارده مين اللي هيلعب. اقول لك تشكيل النهارده، هو بس الماتش اللي فات ما فلتتش زيزو ولا حاجه، هو كان يعني خلينا برضو انه دايما بيحصل تركات كده لازم انا ما رضيتش انا ما رضيتش افضحك.
لا نتعب الناس كده ونلعب طيب معاهم شوية. لكن تشكيل النهاردة وده يعني يمكن كل الناس اتكلمت في تشكيلات كتير جدا امبارح، وكل الناس قالت يعني زيزو موجود، أيمن أشرف موجود، أيمن أشرف باك شمال، في ناس قالت أيمن أشرف باك شمال، وفي ناس قالت إن هو هيبقى فيلدر تالت. لا مش هيبقى مساك، هو عبد المنعم اللي مساك. لكن انا اللي انا عايز اقوله انه فعلا الراجل جرب الطريقتين، جرب طريقه ايمن اشرف ان هو يبقى في نص الملعب، وجرب كمان طريقه زيزو، ولكن ده للتمويه. وانا كنت متعمد ما نزلش التشكيل لانه الجهاز يعني فعلا عايز يعمل تمويه، ولكن خلاص فاضل على المباراه ساعات قليله بالظبط، فممكن اقول لكم من خلالكم يعني. يلا انا معاك، نبتدي من الشناوي بالظبط، وان شاء الله ما يجليش المره دي بس حسام عشان ما تفرحش فيا. لا بالعكس بالعكس، يلا يا سامي قول لي التشكيل. وناحيه اليمين الشناوي، ناحيه اليمين عمر كمال، وناحيه الشمال احمد فتوح اللي هو راجع من اصابه. عظيم. وفي قلب الدفاع حجازي، ومع حجازي هيبقى محمد عبد المنعم. الراجل النهارده هيلعب بطريقه مختلفه شويه، انه حمدي فتحي يبقى متقدم، ليبرو متقدم، يرجع تحت حجازي وعبد المنعم، وبعدين في الهجمات اللي لينا يطلع قدامهم يبقى ليبرو اللي كان بتوع خط النص اللي هو يبقى السعيد ومحمد النني. تمام. السعيد مش السلية. لا السعيد، لا لا انا اسف، السلية ومحمد النني. برافو عليك حسام. السلية ومحمد النني في الحته اللي قدام، صلاح ومرموش ومصطفى محمد زي ما هم الثلاثي اللي في الحته اللي قدام. يبقى كده التشكيل مره واحده عشان الناس ما تتوهش مننا، انه الشناوي، عمر كمال، حجازي، عبد المنعم، فتوح، حمدي فتحي، السلية، النني، مرموش، صلاح، مصطفى محمد. وان شاء الله يبقى ده التشكيل اللي نقدر نكسب بيه النهارده ان شاء الله. كل الدعم طبعا لمنتخبنا، لان المباراه صعبه جدا يا حسام، وكمان يا زملاء عشان خاطر ان منتخب كوتوفار جاي لنا كسبان الجزائر 3، فده نفسيا بالنسبه لهم دافع قوي جدا، دافع مهم عندهم، مطلع احد الابطال القاره يعني. فاعتقد انه العامل النفسي بالنسبه للعيبه والكابتن محمد عفيفي يعني سيد العارفين هيبقى مهم جدا في مباراه النهارده. اللي هيبدا في اول ربع ساعه يخطف المباراه نفسيا ويركب المباراه بلغه الكره هو اللي هيقدر يحسم لهم، هو اللي هيسيطر. طبعا يعني احمد عبد الباسط احنا بنشكرك شكرا جزيلا. واحمد يعني احنا سمعنا التشكيل، اولا انت عندك يعني لو سالتك عن توقعاتك للتشكيل محمد عفوا هيبقى نفس التوقعات ولا هيبقى عندك راي تاني؟ وبعدين برضو لو حللنا التوقع اللي قاله احمد، هو يعني كده يعتبر احنا متقلين وسط الملعب قوي. هو لازم يتقل وسط الملعب، لان وسط الملعب دايما بقول هو ضابط الايقاع بتاع منتخبنا الوطني، لانه مركز القوة بتاع منتخب كوت ديفوار هو نص الملعب، ثلاثي يقودهم كيسيه بيلعب بشكل قوي جدا تكتيكيا في هذا المكان، لكن هم مندفعين. ولو عملنا سكاوتنج على منتخب كوت ديفوار في ثغرات، لانه عنده مساحات، لانه بيلعب ب 4-1-4-1 ومشتقاتها مش عاليه قوي، لانهم بيندفعوا بشكل او باخر، وده حصل في مباراه الجزائر حتى لو كسبوا بالثلاثه، لكن كان في مشاكل وكان في مساحات، ولو استغلها منتخب الجزائر كان ممكن يخلص هذه المباراه بشكل افضل من اللي ظهر عليه، وانه يخسر 1-3 او يتفوق المنتخب الايفواري 3-1. بشكل عام انا ممكن شويه في بعض الاختلافات ممكن تطرا على التشكيله، لانه كارلوس كيروش هذا البرتغالي برده ما حدش بيقرا دماغه، لكن من الاخر هو بيعتمد على المحترفين، سيء او جيد بيعتمد على المحترفين. يعني احمد سيد زيزو ميزته انه راجل محترف من صغره، مش طالع من قطاعات ناشئين في مصر. زيزو كان بيلعب في بلجيكا بالظبط، وبدا في اكاديميات بشكل مختلف مش اكاديميات بتاعتنا دلوقتي. فمتاسس صح، فبيعيش المباراه، فما بينزل بيغير، بيكون عايش المباراه. واحد زي حمدي فتحي لما بينزل بديل لا. زي ناس كتير مثلا اختلفت قالوا ليه قفشه ما راحش؟ قفشه على راسنا، بس ياخد عبد الله سعيد ليه؟ لانه قفشه دي ما حدش قالها كتير. قفشه يطلع لك كوره في 4-2-3-1 من بعد خط النص متقنه. لكن مش هينزل في 4-3-3 يتوه ويجنح ويبقى مش في حالته. لكن عبد الله ممكن ابسطها لك، جول منتخب مصر اللي محمد صلاح في السعوديه في كاس العالم، شوف طلعها منين لفين. هي دي التركه بتاعت عبد الله سعيد، ممكن ما بيجريش كتير وممكن يستغل عبد الله سعيد النهارده، وهو ما بيلعبش ببلاي ميكر طول الوقت، ما بيلعبش مركز 10 طول الوقت، فمحتاج عبد الله السعيد شوط 10 دقايق في اخر الماتش او كره متقنه من خلف الامام بالظبط، والسوليه هو اللي عليه العين. زي كده هندرسون مع محمد صلاح هو اكتر واحد بيخدم عليه في هذا الموسم مع ليفربول. هندرسون طيب. اصلا ديفندر زي السوليه، هو اللي بيعمل التحويله، بيدافع بشكل كويس وعنده كره متقنه يخرجها. طيب تعالى بقى نروح للتشكيل دلوقتي. يعني انا بصراحه ما كانش عندي معلومه، بس انا كنت متوقع ان النهارده كيروش هيلعب بثلاثه في نص الملعب، حمدي فتحي،
والسوليه والنني، وهيبقى السوليه والنني بيتبادلوا الادوار بوكس تو بوكس والبلاي ميكر، وحمدي فتحي ساقط لتحت عشان هالر المهاجم بتاع كوتيفوار يعني هداف اياكس والراجل مكسر الدنيا يعني، وده عايز اتنين يمسكوه لوحدهم. الطريقه دي اللي هيمسك بيها نص الملعب، هل هتنفع فعلا مع سرعات كوتيفوار ان انت بتلعب واحد بس خط وسط مدافع ومعاك اتنين طايرين من البوكس للبوكس، وهم عندهم نص الملعب يعني كاسي لوحده في اي سي ميلان ده العالم كله بيتخانق عليه اصلا؟ صحيح. فهنقدر نمسك منهم نص الملعب ولا محتاج يثبت مثلا النني لتحت شويه؟ لازم يبقى في حد ثابت لتحت شويه. لو ما لعبش حمدي فتحي النهارده، ده وارد بالمناسبه انه يلعب بالنني ويلعب بعمرو السوليه ويخلي عبد الله سعيد موجود، لانه الراجل بتاع الواحد اللي قدام الاربعه لو اندفع لقدام في مساحه كبيره قوي من خط النص للتلت الدفاعي بتاعهم، محتاج واحد زي عبد الله سعيد يحرر الكرات للي بيجروا. ممكن يلعب بهذه الطريقه، مش يخلي حمدي فتحي في هذه المباراه من البدايه. ممكن، واشوف كمان انه مش فتوح اللي ممكن يبدا هذه المباراه، ولازم ما يبداش في هذه المباراه. فتوح كان غايب، وعمر كمال عبد الواحد من الناس اللي بتطير من ناحيه اليمين، فما ينفعش يطير الجنبين. لما عمر كمال يطلع من ناحيه اليمين لازم يخلي واحد زي ايمن اشرف هو اللي يبقى سرد باك ثالث يضم على جوه، يعمل الترحيله مع عبد المنعم ومع حجازي. طب هل ده هيتغير لو لعب حمدي فتحي؟ حمدي فتحي يبقى هو الليبرو اللي بينزل لتحت، ممكن ما يتغيرش مع منعم ومع حجازي؟ لا لا مش هيتغير، لانه حمدي فتحي ليه ادوار امام الرباعي اللي هو بيدي او بيعمل حق صد او بيضغط على السورسز المصادر بتاعه منتخب الكوديفوار. اهم ما في القصه دي كلها احنا عملنا في نيجيريا تكتيك بتاع كارلوس كيروش كان عالي قوي بس ما عرفش ينفذه. انت ازاي تطلع بالكره من تحت؟ انت ازاي تجذب منتخب كوديفوار عندك بس تعرف تخرج الكوره، ما تخليهمش لما يضغطوا عليك تفقد الكوره. لو شدتهم ليك وطلعتهم من اماكنهم وفصلت التلت الدفاعي عن نص الملعب والتلت الهجومي وطلعت كره متقنه من اللاعبين اللي تحت اللي هم اصلا ما كانوش عارفين يعملوه في مباراه نيجيريا اللي هو تايه انا مش عارف اعمل ايه، طلعت كده صح مع لاعب صانع العاب متقن لاخراج الكوره، هيطير صلاح وهيطير مرموش لو لعب النهارده. انا اتمنى ان احمد سيد زيزو يبدا، ولكن هو يبدا بمرموش لانه زي ما قلت مقتنع دايما بالمحترفين ايا ما كان وضعهم. ومصطفى محمد مباراه فيها تريكه تكتيكيه وعلى الشعره، بس منتخبنا يقدر يفوز، وزي ما قال الاستاذ احمد اول ربع ساعه ان احنا بس ما نستقبلش وناخد الثقه والثقل نمرر من رجل لرجل، ويكون عندنا القدره على انه نشغل التلت الهجومي بشكل فيه ثقه اكبر على ارض الملعب. اعتقد انه نتمكن من هذه المباراه، وعندهم ثغرات وعندهم مساحات تستغل، مصر تقدر تتحكم في الريتم بتاع هذه المباراه. طب في كان انا وحسام كنا بنتكلم امبارح على فكره انه البطوله المره دي كلها مفاجات عامه، وفي حاجات غريبه بتحصل من بدايتها، بس خليني اسالك بقى عن مفاجات تحديدا دور ال 16 هي فين بقى؟ يعني هل مثلا صعود تونس على حساب نيجيريا، ولا كان اداء جزر القمر وكاب فيردي وكمان ايضا ملاوي وجامبيا؟ يعني كان في صحيح حاجات هو كتير. هو اصلا في المجمل ما بقاش في قوى عظمى كلاسيكيه بتتحكم في الكره الافريقيه، خلاص كله بقى مع الاحتراف في عقليات بقت متفتحه في التعامل مع المباريات الكبيره، ما بقاش في الرهبه الكبيره. منتخب تونس شوف احنا انا ميزه منتخب مصر انه خد اسبوع ففهموا اللعيبه دماغ بعض وقدروا يتمرنوا على الاطر التكتيكيه، واحنا بتوع المعسكرات عشان الطويله ما ابتديناش قبل البطوله مع بعض عملنا معسكر طويل بالزبط. كان في الاعتماد على كاس العرب وغيره، احنا دايما طبيعي بنفهم بعض لما بنقعد مع بعض وقت اطول. تونس العكس، تونس استفادت من انه 48 ساعه فيما بين مباراتها الاخيره امام جامبيا اللي خسرتها في الوقت الضايع في دور المجموعات، وانها لعبت نيجيريا بشكل سريع، فهم بيتاقلموا على الوقت السريع بشكل افضل يعني، ولذلك هم كسبوا منتخب نيجيريا مش مقياس لعنة التسع نقاط والكلام ده مش هنتكلم فيها كتير، لكن ما اقدرش اقول مفاجاه لانه منتخب تونس من المنتخبات الصفوه في القاره الافريقيه، ودايما في اسوا حالاته بيعرف يروح بيعرف يكسب زي امم افريقيا 2019 وصل للمركز الرابع وهو كان من اسوا الفرق اللي كانت موجوده في دور المجموعات. جامبيا حاله كناش نعرفها غير من بكاري كازاما اللي هو الحكم اللي بنشوفه في المباراه، طلع بشكل كويس جدا لم يخسر اي مباراه في دور المجموعات، قدم مستوى استثنائي تفوق على غينيا اتذكر في دور ال 16، كمل المسيره جزر القمر ممثل للكره العربيه مشرف، ناس كتير ما تعرفش ان جزر القمر دوله عربيه موجوده مشرف. وانا علقت على هذه المباراه امام الكاميرون، الكاميرون لا تستحق الفوز ولكنها تفوقت بالخبرات، فينسنت ابو بكر الراجل ستة اهداف خبرات بس، وانه اللجنه المنظمه مش كويسه لانه الراجل الحارس بتاع جزر القمر كان شوفيا وقال لك لا اصل خمسة أيام. طب وهبي الخضري قبلها بيوم لعب مع تونس وكان الصبح قالوا له انت سلبي
والطرد اللي في اول الماتش وال12 لعيب اللي عندهم كورونا وما يسمحلوش ان هو يجيب حق. يعني في تفاصيل كتير قوي في تنظيم الكاميرون. لكن تخلص البطوله تخلص يعني البطوله وهنتكلم فيه. بس عايز اروح للتشكيل النهارده مره تانية. نيجيريا وكوتيفوار فيهم نقط شبه بعض شويه في طريقه اللعب، السرعات العاليه، سيطره على نص الملعب، راس حربه تقيل، يعني دفاع ضعيف، حارس مرمى مش قد كده. يعني في رأيي الا لو انت مختلف في نقطه حارس كوديفوار ده حارس مرمى في القسم الثاني في جنوب افريقيا. طيب ومع ذلك تقيل بيشيل ماشي، بس يعني ما هو مش عايز ابقى متحيز لمنتخب مصر، ما هوش الشناوي اكيد طبعا. الشناوي افضل حارس في دور المجموعه بالظبط. ف هل كيروش اتعلم من ماتش نيجيريا؟ اللي انا بشكل شخصي قلت ان كيروش غلطان وبيتحمل هذه المباراه، وانا راجل من المؤيدين بتوع كيروش وبقولها طول الوقت، انا مؤيد جدا لكيروش. تعلم من ماتش نيجيريا ولا ممكن نلاقي حاجه النهارده شبه خط الوسط، ان تريزيجيه بيلعب النهارده كمان خط الوسط، ويعني والدنيا تبقى تمام وربنا يستر كده وان شاء الله والف الف مبروك. لا هو اتعلم من خطا تريزيجيه. تريزيجيه ما ينفعش ان هو يبدا المباريات، ومش اي حد يقول لازم يبدا وبعدين يطلع ونجرب. لا لا لا، تريزيجيه بعيد بقى له فتره كبيره قوي وما شاركش غير ربع ساعه تقريبا مع فريق استون فيلا في الدوري الانجليزي. الامر صعب انه يبدا بيه حتى لو كان مقتنع بالمحترفين. بشكل عام هو في مباراه نيجيريا فكر تفكيره تكتيكيه بس ما قدرش ينفذها لانه ما اتطبقتش مع اللاعبين بشكل كبير، ودول محترفين بس مع بعض لا قدام نيجيريا مش هتديك فرصه ان انت تجرب عليها. هيلعب النهارده بشكل كويس؟ هيلعب بشكل كويس لانه زي ما قلت خد الوقت، فكر اكتر من تفكير، كان عنده مساحه انه يجرب تكتيك واثنين وثلاثه مع تجربه اكتر من لاعب في اكتر من مكان. حتى ايمن اشرف زي ما قلنا لاعب في نص الملعب بيجربه وتريكات، ولانه عارف ان الحاجات دي بتروح كمان لمنتخب الكوديفوار. بشكل عام اعتقد ان هو يلعب لعب كلاسيكي متامن، ممكن يلعب بحمدي فتحي في هذه المباراه للتامين، بس هيبقى خايف بزياده شويه. انا اشوف لو عنده الجراءه انه عايز يكسب هذه المباراه يلعب بعبد الله سعيد في بدايه المباراه ويبدا بجراءه شويه، بس يكون اللاعبين عندهم الالتزام والانضباط التكتيكي بشكل قوي جدا بالذات المدافعين. ولما يطير عمر كمال عبد الواحد من ناحيه اليمين لازم ايمن اشرف ينضبط، لانه اصلا مركز قوتهم من ناحيه بيبي، من ناحيه الجهه اليمنى كجناح طاير. طالما متقفل على هذا المكان ونص الملعب الرباعي اللي قدام الواحد المتقدم وهم بيضغطوا مش قادرين ياخدوا منك الكوره، والراجل اللي قدام الرباعي اللي هو 4-1-4-1 بيطلع بيعدي خط نص الملعب، انت لو طلعت كوره متقنه خلاص انت ملكت نص ملعبهم، يتلعب عليها بشكل ان انت مش تقدر تهاجم او تفتح خطوطك بشكل قوي قوي. فانت لازم تلعب على الهجمه المرتده بس تكون تقيل وانت في نص ملعبك وانت بتطلع الكره من رجل لرجل. مش هختلف كتير عن التشكيل، لكن ايمن اشرف لازم يبدا هذه المباراه. فتوح لا فتوح بيهاجم ايمن اشرف جدا وبيسرح، ولو سرح وماتش صعب على فتوح بعد رجوع من الاصابه يعني برضو. طب خليني اسالك حاجه، فكره انت كنت بتتكلم دلوقتي ان الجنبين عند منتخب كوت ديفوار اقوياء في محمد صلاح ومرموش، هيقدروا يتعاملوا معاهم بالشكل خلينا نقول التقني فعلا اللي نقدر ان هم يعني نقدر نتقدم، ولا ايه اللي هيحصل؟ بالتاكيد هم محمد صلاح ما بيرجعش يدافع فلازم برضو عمر كمال ياخد باله شويه، لكن ضغط عمر كمال على الظهير بتاعهم يقدر يخليه ان هو يتراجع بشكل او باخر. مع وجود محمد صلاح لازم يرجع لنص الملعب بشكل او باخر. عمر مرموش برضو ما بيرجعش يدافع ودي مشكله شويه مع ايمن اشرف، ولذلك ايمن اشرف لازم يكون هو اللي موجود كظهير ولازم يبقى ثابت وهادي وما بيطلعش برضو بالشكل غير المدروس. لكن احنا نقدر نتعامل معاهم فرديا طبعا بشكل او باخر، هم صراع بس واحد على واحد بتاعتنا افضل لما يكون في حالته طبعا محمد صلاح وعمر مرموش. طيب ما ده انا هسالك سؤال فخ فخ جدا، صلاح ومرموش الاثنين مش في مستواهم، واخر ماتش صلاح ناس كتيره جدا ومن اللي بيحبوا صلاح وبيحبوا ليفربول قالوا كان صلاح لازم كيروش يسحبه. مرموش كمان مش موفق، الكره مش ماشيه معايا يعني، حتى ترقصته اللي بيعملها اللي شفناها مع المنتخب واللي جه منها الجول في ليبيا في ماتش ليبيا في التصفيات اللي بيروح كاسر لجوه ويشوط. ف امكانيه ان هم يبقوا فايقين النهارده وامكانيه لو فضل المستوى مش هو اللي منتظر ان كيروش يغير صلاح تحديدا، هو مش هيغيره وما ينفعش يغيره. هو حد شاف كريستيانو رونالدو بيطلع الا نادرا لما بيكون لسه رالف رانيك مطلعه وراح صالحه على الدكه في ماتش مانشستر. طيب لا ده في مانشستر رجع له قعد قال له ما تزعلش يا ابو رونالدو وحقك عليا بالظبط، ولا في الارجنتين ميسي لما بيكون في البدايه. فدايما هو ليه ثقل حتى لو مش في حالته بيسحب مدافعين بشكل او باخر طبعا، فاسمه على ارض الملعب بيتقل منتخب مصر بشكل او باخر. زي ما قلنا مش هيسحب في هذه المباراه، لكن
العين على انهم يبقوا في حالتهم، لانه مثل هذه المباريات من اجلها بنروح لامم افريقيا، ومصر لو مش رايحه تنافس على اللقب ما تروحش احسن. ده بشكل صريح، لان احنا مش بتوع ربع نهائي ونص نهائي وتمثيل مشرف مصر تقيله سبعة القاب الاكثر مما توج بهذه البطوله. فالوقت اللي خدوه مع بعض مع المده والتدريبات والاطار التكتيكي، اعتقد انه لا النهارده ان شاء الله هيكونوا الثنائي في حالتهم باذن الله، واكيد ان شاء الله هيكون لنا. ايه الماتش النهارده لو قدرنا ان احنا ما يجيش هدف فينا خلال نص ساعه اولى من بدايه المباراه، ونقدر ان احنا نتحكم في الايقاع ونهدد في مره واثنين وناخد الثقه، اعتقد هذه المباراه ممكن نحقق فيها نتيجه كبيره كمان، مش بس نتيجه، نكرر سيناريو 2008 السيناريو بتاع رباعيه صح مش بنفس الكواليتي من اللاعبين. عفيفي عشان احنا وقتنا خلص، انا اسف يا جمانه، اسف يا عفيفي، سؤال بسرعه، مصطفى محمد هيتاثر بالمشكله اللي حصلت اول امبارح في الامتحانات بتاعته؟ لا ما ممكن يخليه يقعد على الدكه النهارده ما يلعبش؟ لا اصبح لاعب محترف وبيفصل تماما، واعتقد انه دلوقتي بعقليه الاحتراف يقدر يؤثر كمان بالايجاب مع منتخبنا الوطني النهارده. عظيم. محمد عفيفي الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا، دايما مشرفنا ومنورنا، وشك حلو دايما على المنتخب وانت موجود معنا الصباح. اشكركم جدا، اشكرك يا جمال هنا، اشكرك استاذ حسام، واشكركم، ودايما يا رب نحتفل مع منتخبنا الوطني ان شاء الله. شكرا يا محمد، نورتنا. طيب خلينا نروح لموضوع اخر، في تطور كبير طبعا بيحدث في قطاع التعليم العالي، حصل فيه تطوير كبير جدا في الفتره اللي فاتت، من اهمها هو استحداث كليات جديده وتخصصات مختلفه بيحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي، وكمان توفير مجالات مختلفه يبدع فيها الطلاب. تطور كبير يحدث في قطاع التعليم العالي خلال الفترة الحالية، خاصة مع استحداث كليات جديدة وتخصصات مختلفة يحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي، وتوفير مجالات مختلفة يبدع فيها الطلاب. كان من بين تلك التخصصات الجديدة كليات علوم الإعاقة بجامعة بني سويف، والتي بنيت على مساحة 320 فداناً، وبدأت الدراسة بها خلال عام 2017 لتكون أول كلية متخصصة في دراسة علوم ذوي الإعاقة في مجال التعليم الجامعي، وذلك من أجل تأهيل الطلبة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. ثم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، وهي أول كلية من نوعها في مصر، ويدرس داخلها علوم الذكاء الاصطناعي وبعض المقررات العلمية الموجودة في كليات أخرى مثل الحاسبات والمعلومات والهندسة والعلوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وتعد كلية تكنولوجيا صناعة السكر التابعة لجامعة أسيوط هي الأولى من نوعها في هذا التخصص على مستوى جامعات مصر والشرق الأوسط. وسعت جامعة أسوان لمواكبة التقدم العلمي في قطاع الثروة السمكية وتأهيل الطلاب لسوق العمل، فاستحدثت كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، كما تم تأسيس كلية علوم الأرض في العام الدراسي 2016-2017، وتعتبر من الكليات المتفردة نظراً لعدم وجود مثيل لها في الشرق الأوسط سوى بالسعودية، وتمنح درجة البكالوريوس في علوم الأرض وتخريج دفعات متخصصة في مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية والبترول والثروة المعدنية والآثار البيئية وتزويدها بمهارات عملية. دلوقتي جه ميعاد موجز أنباء الساعة 9 صباحا مع جمانة، إليك جمانة. شكرا لك حسام. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وخلال جلسة مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر
الجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي، كما تم التطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي، كما تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحافظ على الاستقرار الإقليمي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري، أكد الجانبان على استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك فضلا عن تعزيز جهود مكافحة الإرهاب. هذا وأكد الرئيس السيسي أنه تم التوافق مع الرئيس الجزائري على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما أوضح الرئيس السيسي أنه تم توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين. أعلنت وزارة الخارجية أن تحالف الأجندة الجديد الذي يضم في عضويته كل من مصر والبرازيل وأيرلندا والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا أصدر بيانا يتضمن موقف التحالف من البيان المشترك الذي أصدرته الدول النووية الخمس في 3 يناير الجاري بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباق تسلح. وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن دول التحالف أعربت في بيانها عن قلقها من مواصلة الدول النووية تحديث ترسانتها النووية بما لا يتسق مع التزامات هذه الدول ذات الصلة بنزع سلاحها النووية، أخذا في الاعتبار أن استمرار حيازة هذه الأسلحة يمثل مصدر تهديد واضح للإنسانية. وجهت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم التهنئة إلى الطبيب المصري الأسترالي الشاب دانيال نور لاختياره شخصية العام على مستوى قارة أستراليا في فئة الشباب، وعبرت وزيرة الهجرة عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1783 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 347,575 حالة. هذا وأعلنت الصحة تسجيل 1809 حالات إيجابية جديدة و35 حالة وفاة. قال مسؤول كوري جنوبي من المخاوف المتعلقة بشأن استجابة البلاد لانتشار المتحور أوميكرون في ظل تسجيل البلاد أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وعلى الرغم من تسجيل عدد يومي من الإصابات، عبر مسؤول وزارة الصحة سونغ يونغ راي عن ثقته في استجابة البلاد لفيروس كورونا لتقليل الضرر. وتم تسجيل ارتفاع عدد الحالات في نفس اليوم الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية تطبيق تدابير استجابة جديدة، منها تقليل فترات الحجر الصحي وتوسيع الاختبارات السريعة. أعلن التحالف العربي أن طائرته استهدفت مناطق عسكرية تابعة لقوات الحوثي بالعاصمة صنعاء، وأوضح التحالف العربي أنه تم استهداف معسكر سلاح الصيانة ومحيطه في حي النهضة شمال العاصمة. هذا وكان التحالف العربي قد أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات، مشيرا إلى أن العملية استجابت للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، لكن بعد الفاصل. الواحد بيكون آسف لما بينقل خبر شبه الخبر اللي هنقله لحضراتكم دلوقتي. منذ قليل فقدت الصحافة المصرية اسم كبير في تاريخها
الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، انتقل إلى الرفيق الأعلى منذ قليل إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة. البقاء لله. وطبعا الأستاذ ياسر رزق من أعلام الصحافة المصرية، وكان له دور واضح وكبير في صحافة مصر في خلال العشر أعوام السابقة، فبنزف أو بننقل هذا الخبر الحزين الصراحة لجموع المصريين وكل العزاء لأسرة الصحافة المصرية. يعني صحافة مصرية فقدت قيمة كبيرة، يعني كان رجلا أمينا ومخلصا، البقاء لله، ويعني الله يرحمه وأيضا يلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان. طيب خلينا ننتقل لموضوع الحقيقة موضوع بيهم قطاع كبير جدا من المصريين، فيه اهتمام كبير قوي بتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية. هل هيتم تخفيض الحد الأدنى للقبول في عدد من الجامعات؟ هل في اختبارات أصلا للقبول؟ التخصصات المتاحة بالجامعات كلية الخاصة والأهلية؟ تفاصيل كتير هنعرفها من دكتور محمد حلمي الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني السؤال الأبرز هو إمتى هيتم فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية؟ احنا هنفتح ان شاء الله يوم السبت 5/2 اللي هو اول يوم في اجازه نصف العام. طيب عظيم يا فندم، هل في شروط للقبول في المرحله الثالثه؟ الشروط هي حدود الدنيا اللي احنا حددناها، هي دي الشرط الوحيد للتقدم، وان يكون في مكان شاغر يتقدم عليه الطالب. طيب يا فندم خلينا برضو نعرف من حضرتك، هل في أماكن شاغرة في الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية؟ في أماكن شاغرة في كافة الكليات وفي كافة التخصصات وفي كافة الجامعات سواء خاصة أو أهلية. طيب عدد الطلاب المستهدف قبولهم يا فندم في المرحلة الثالثة؟ حسب العدد اللي يتقدم، احنا لسه طبعا عندنا اماكن كثيره فاضيه، فانا حسب الطلب اللي هتتقدم احنا هنقبلهم ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب يا فندم، يعني يمكن المصريين اعتادوا ان يكون التنسيق دايما بعد انتهاء العام الدراسي في فتره الصيف، ممكن حد يستغرب ان في تنسيق للقبول في كليات وجامعات في أجازة نصف العام، فممكن حضرتك توضح أكتر للسادة المشاهدين ليه وصلنا لهذه؟ هو القبول في أجازة نصف العام هو القبول للفصل الدراسي الثاني، وده طابع اللي بيحصل في الكليات ذات الفصلين الدراسيين. أنت ممكن تقبل في الفصل الدراسي الأول وممكن تقبل على الفصل الدراسي الثاني. طيب يا فندم، كان في كلام انه هيتم تخفيض الحد الادنى للقبول بالجامعات سواء الخاصه ايضا او الاهليه، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ لا، ما فيش تخفيض حضرتك لحد الدنيا خالص. طبعا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور محمد حلمي الغوري الامين العام لمجلس الجامعات الخاصه والاهليه، بنشكرك يا فندم جزيل الشكر على هذه الايضاحات. مرة تانية حضرات السادة المشاهدين بننقل لحضراتكم هذا الخبر العاجل، الخبر الحزين، وفاة الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيس مجلس إدارتها أو رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة. البقاء لله، وربنا يلهم أسرته الصبر والسلوان. احنا بينضم لنا دلوقتي الأستاذ عادل درباله مدير تحرير جريدة الأخبار. أستاذ عادل، الباقي في حياتك يا فندم. البقاء لله. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون يا فندم. يعني قلبي معاك أستاذ عادل وقلوب كل الصحفيين والمصريين في وفاة الفقيد، يعني مصاب عظيم وخبر يعني سيء جدا جدا في بداية يوم. يعني لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. يعني قلبي معاك والحزن يعني
موجود عندنا كلنا. ابويا مات النهارده، احنا فقدنا كل شيء النهارده، الصحافه ماتت، كل حاجه ماتت النهارده، الانسانيه، الرجوله، الشهاده، الانسان، البني ادم، البني ادم مات. طبعا يعني عارفين مدى يعني التقارب حضرتك طبعا والكاتب الصحفي. اخويا وابويا والانسان اللي كان ظهري لكل الناس مات يا سر الصلاه، خلاص كل حاجه راحت. ادو الايتادي قالوا لي يا رب يا رب لا اله الا الله، لا اله الا الله استاذ عادل، يا رب لا اله الا الله. انا يعني مش عايز اطول على حضرتك، الحزن شديد والمصاب جلل. بكل تأكيد احنا يعني بنشاطرك الأحزان وحنتابع بكل تأكيد إذا كان في الدفن اليوم وإذا كان هناك عزاء، بكل تأكيد لتقديم واجب العزاء في الفقيد، اسم كبير في تاريخ الصحافة، ويمكن كنا في انتظار في معرض الكتاب حيكون في كتاب للأستاذ ياسر منتظر عن الصحافة المصرية وكواليسها في خلال العشر أعوام المنصرمة، كتاب كلنا تابعنا الحملة الدعائية الخاصة به وكنا في انتظار الأستاذ ياسر يحكي لنا ويكلمنا في ندوات عن هذا الكتاب، لكن ما فيش حد يعني مخلد في هذه الأرض، فيش حد غالي على ربنا زي ما بنتقال، لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب، انتقل يعني إلى الرفيق الأعلى اللي أحسن مننا كلنا، انتقل له الأستاذ ياسر، فالبقاء لله لكل المصريين في هذا المصاب الأليم. كمان حسن بنحاول نتواصل يعني مع زملائه ومع تلامذته، لكن الحقيقة كله يعني زي ما سمعنا مع حضراتكم مكالمة أستاذ عادل دربالة، الحقيقة كله متأثر جدا، و يمكن محدش قادر الحقيقه حتى انه يتكلم دلوقتي من هول الصدمه. طبعا يعني حقيقه الصحافه المصريه فعلا فقدت قامه كبيره جدا، الله يرحمه، ربنا يغفر له ويلهم اساتذته، طبعا يلهم تلاميذه عفوا، ويلهم كل قراءه واسرته الصبر والسلوان. خلينا نروح دلوقتي لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر عشان تعرف منه على أحوال المرور النهاردة من داخل إدارة العامة للمرور. كريم صباح الخير عليك والكلمة معك. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا حسام، صباح الخير على كل المصريين، وطبعا البقاء لله، بنعزي الأستاذ ياسر رزق وأهالي وأهل الأستاذ ياسر رزق، وبنعزي كمان المصريين في وفاة الكاتب الكبير. ولكن دلوقتي هنكمل طبعا فقرتنا الخاصة بالمرور، يمكن هنا من الإدارة العامة للمرور هنتابع أكيد المحاور الرئيسية، لكن كمان في ظل الأحوال الجوية السيئة جدا جدا ابتدت بالفعل الأمطار تتزايد، ابتدت السحب تبقى موجودة تسحب أكتر على مناطق القاهرة وتتوجه ناحية الصعيد، يمكن من صباح اليوم كانت ابتدت بالفعل السحاب يكون موجود على الأماكن الساحلية، ولكن أول ما بالطبع المرور رصدوا وجود الأمطار داخل المحافظات الرئيسية تم التوجيه للمحافظات بانتشار سيارات الشفط للأماكن اللي من الوارد يكون فيها تجمعات مائية، زي مثلا لما يكون في نفق زي نفق الـ NA، أو حتى كمان تم توجيه كمان المحافظات بتوجيه سيارات الشفط للدائري تحسبا لاي تجمعات مائيه ممكن تحصل. ولكن دلوقتي خلينا نتكلم على محور اساسي وشريان رئيسي وهو الاوتوستراد. الاوتوستراد زي ما احنا شايفين كده في سيوله مروريه عاليه جدا في الاتجاهين، يمكن باين كمان في الصوره دلوقتي انه بالفعل الامطار متواجده ولكن بشكل خفيف، عشان كده بننصح المواطنين ان هم كمان يلتزموا بسرعات المحدده واقل منها كمان، لانه يعني تحسبا لاي طارئ من الممكن ان هو يحصل. ولكن بشكل عام اللي حابب يستخدم الاوتوستراد في الفتره دي يقدر يستخدمها سواء الاتجاه ناحيه مدينه نصر او القلعه، او حتى المتوجه ناحيه المعادي وصقر قريش، هيلاقي الاماكن دي دلوقتي متاحه جدا في سيوله مروريه عاليه جدا جدا. لو بصينا للشاشه اللي جنبها دلوقتي وهي طبعا الجزء الخاص بالدائري، الجزء الخاص بالبحر الاعظم، زي ما احنا شايفين في سيوله مروريه عاليه جدا في الاتجاهين، في الاتجاه المتوجه ناحيه الهرم واكتوبر، وفي الاتجاه ايضا المتوجه ناحيه المعادي هنلاقي في سيوله مروريه عاليه جدا، حتى في ظل وجود الاصلاحات اللي
اللي موجوده والتوسعات الخاصه بالدائري، ولكن ما زال في سيوله مريه عاليه، وده برضو باين على الارض. بالفعل الامطار ليها تاثير على الارض، عشان كده دايما بننصح المواطنين ان هم يقللوا من سرعتهم. لو بصينا على الشاشه اللي جنبها على طول وهي استكمال الدائري الجزء الخاص بالمريوطيه، هنلاقي في الوصلة الجديدة أو ما كان يطلق عليها الوصلة الجديدة اللي بتودي للمعادي، هنلاقي بالفعل في سيولة مرية عالية جدا، وكمان تحت الوصلة الجديدة في باين قدامنا وصلة المريوطية نفسها، وده اللي جاي من ناحية الرماية، في سيولة مرية عالية جدا، اللي حابب يستخدم الطريق دلوقتي يقدر يتحرك. لو اتحركنا دلوقتي للشاشة اللي تحتها على طول وهي باقي الدائري أو باقي الوصلة الخاصة بالدائري، ده الجزء الخاص بالرماية والوحات، ده اتجاه الرماية والوحات، وايضا نزله اسكندريه الصحراوي هنلاقي فيه سيوله مريه عاليه جدا، ولكن طبعا مع وجود الامطار الخفيفه خالص على الطريق ده. كمان الناحيه الثانيه في سيوله مريه عاليه، وده اللي جاي من ناحيه ميدان الرمايه او جاي من ناحيه اكتوبر متوجه ناحيه المريوطيه، في سيوله مريه عاليه جدا جدا. زي ما احنا كنا بنقول هنا نزله اسكندريه الصحراوي كانت قدامنا دلوقتي العربيه بتتوجه ناحيتها، لو رحنا بقى ناحيه طريق اسكندريه الصحراوي نفسه زي ما احنا شايفين كده هنلاقي فيه سيوله مريه عاليه جدا، لسه الطرق الخاصة بالسفر مفتوحة متاحة للمواطنين هي تتحرك، ولكن طبعا توجيهات هنا في الإدارة العامة للمرور لكل سائقي السيارات إن هم يلتزموا بالحد السرعة المتواجد، يعني حسب كل طريق وحسب كل طريق سفر طبعا ليه سرعته الخاصة. لو كمان نزلنا بقى لمحور هام جدا وهو محور 26 يوليو هنلاقي برضو في الاتجاهين، الاتجاه المتوجه ناحية طريق اسكندرية الصحراوي متوجه ناحية 6 أكتوبر أو الشيخ زايد هنلاقي فيه سيولة مرية عالية جدا، ولكن برضو في أمطار خفيفة متواجدة هنا، السحب ما زالت متواجدة، فوارد يكون في أمطار أكتر خصوصا في ظل العاصفة اللي احنا بنشهدها النهاردة والجو، وطبعا برد جدا جدا عشان الناس كان لازم تاخد بالها وهي نازلة. واللي خارج من أكتوبر متوجه بقى ناحية المهندسين أو متوجه ناحية ميدان لبنان هيلاقي برضو في سيولة مرورية عالية جدا، عشان كده الطرق بشكل عام النهاردة واضح إنه فيها سيولة مرورية عالية في معظم الطرق، اللي حابب يستخدم دلوقتي الطرق في الوقت ده يقدر ينزل، ولكن يكون واخد باله كويس جدا ان هو ما ينزلش غير للضروره القصوى او للاعمال الخاصه بيه، نظرا طبعا لسوء الاحوال الجويه، مع التذكره كمان وتوجيهات للمحافظات بنشر سيارات الشفط في الاماكن اللي من الوارد يكون فيها تجمعات مائيه. كريم بيبرس بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا ودايما متابع معنا الحاله المروريه وموجود معنا من اماكن التغطيات في مختلف محافظات الجمهوريه، شكرا جزيلا ليك يا كريم. طيب نروح لخبر آخر هو مهم جدا كمان الحقيقة، وزارة الكهرباء بتقوم بتفعيل عدد من الخدمات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، من بينها على سبيل المثال خدمة شحن رصيد في العداد. خلينا نعرف أكتر عن هذه الخدمات من دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع متابعين كرام، وصباح الخير والسعادة إن شاء الله ليك بإذن الله. طيب يا فندم، يعني بداية خلينا نعرف من حضرتك، إحنا بنسمع إنه في منصة موحدة لخدمات الكهرباء، منصة إلكترونية، فأكيد أول سؤال هيجي في دماغ أي حد بيسمعنا دلوقتي، إيه هي الخدمات، نوع الخدمات اللي ممكن يتم توفيرها على هذه المنصة الإلكترونية؟ هو طبعا يجي في اطار التحول الرقمي ولتقديم الخدمات بالنسبه للمواطنين في جميع مرافق الدوله او المرافق الحيويه، ومن ضمنها طبعا الكهرباء. احنا يعني احنا بداناها بكذا تطبيق، وطبعا اضافه للمنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء. المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء اولا هي التسجيل فيها مجاني مؤمن بطريقه سهله جدا، مجرد ان هو بياخد بس مجرد ان هو البيانات الاساسيه من رقم تليفون من رقم قوفي الحاجات الاساسيه عشان يقدر يتواصل بيها، وبعد كده هو بيقدر ان هو في جوه زي مساعد افتراضي موجود على المنصه ديت اسمه نور، ممكن هو بيتوجه له اي اسئله وهو بيتفاعل معاها وبيوجه المواطن نفسه، وفي نفس الوقت بعد كده بيخش على الخدمات. هي خدمات متعددة يمكن اللي تم تفعيلها دلوقتي في حدود 18 تقريبا خدمة، متبقي لسه بعض الخدمات جاري تفعيلها في حدود تقريبا 12 خدمة تقريبا، أو يعني بحيث ان هو احنا على طول بنزود الخدمات اللي هي اللي ممكن تسهل للمواطن. الخدمات بتتنوع بداية من التقديم على توصيل التيار الكهربي وتركيب العداد سواء عداد قانوني او عداد كودي،
وبعد كده هوت كل ما يتصل بقى بالعداد بقراءة العداد بدفع الفواتير بالاستعلام على الفواتير بناء الملكية شهادة البيانات أيضا في خدمة خاصة بالشكاوى والاستفسارات كل الخدمات دي موجودة وكمان في نفس الوقت في تطبيق متصل بالمنصة دي اسمه خدمات الكهرباء الذكية التطبيق ده ممكن ينزل على التليفونات الذكية أو التليفونات المحمولة ومن خلاله ممكن برضو أيضا يقدر يتعامل بعد طبعا بعد ما يسجل يقدر يتعامل بطريقة سهلة وميسرة. طيب دكتور أيمن في موجة من الطقس السيء بتمر بها مصر خلال هذه الأيام النهاردة من المفترض هيكون في أمطار غزيرة في بعض من محافظات الجمهورية منها المحافظات الساحلية زي اسكندرية والبحيرة وبعض محافظات الدلتا أكيد بيكون في خطة طوارئ الاستعداد لأي انقطاع في الخدمة أو أي مشاكل ممكن تقابل المستخدمين ممكن حضرتك تطلعنا على أهم النقاط في هذه الخطة؟ هو طبعا يعني بشكر حضرتك ان انت وجهت النظر للجزئيه دي لان مهم اول بدايه ان احنا برضو بنوجه نظر المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربيه عشان وخاصه في الامطار والرياح لان دي بتبقى مصدر خطوره ولو في اي عطل او في اي مشكله بيتوجه على طول بالاتصال بالخط الساخن 121 ده خط ساخن موجود على مدار 24 ساعة على جميع المحافظات وسواء الاتصال بالمحمول أو الأرضي والخط الساخن ده بدوره بيوجه الشكوى للفرع اللي تابع ليه أو الجهة اللي تابع ليه. طيب احنا أولا كان في استعداد تسبق هذه الموجة من صيانات من تطوير وتدعيم الشبكة والطفرة الكبيرة طبعا ده مردود إيجابي فيها في استقرار التغذية الكهربية. الحاجة الثانية متصلة بالتأكد من عزل المهمات الكهربية كل الحاجات دي كلها احنا بنقوم بيها علشان تزامنا مع مواسم الأمطار خاصة علشان برضو منع الخطورة الموجودة بالإضافة إلى فرق الطوارئ المنتشرة والموجودة في كل أجزاء الجمهورية بتبقى مجهزة ومدربة وعلى استعداد للتوجه على طول لمكان العطل ويبقى برضه طبعا احنا يعني بنوجه نظر برضه المواطنين مره اخرى لو في عطل ولا حاجه يعني بنؤكد على ان الاتصال بالخط الساخن والاعطال هتروح تصلح العطل طبعا على طول بكل تاكيد يا فندم. احنا يعني حقيقي بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء. لسه مكملين مع حضراتكم كلامنا عن موجة الطقس السيء اللي بتمر بيها مصر كلها وطبعا يعني من أكتر المحافظات كمان اللي هتتأثر بهذه الموجة هي محافظة الإسكندرية. النهاردة في إسكندرية بدأت نوة الكرم وتوقعات خبراء الأرصاد بتقول إنه في طقس سيء وأمطار غزيرة على المحافظة عشان كده تم تعطيل العمل بالمصالح الحكوميه والمدارس باستثناء المراحل الدراسيه اللي عندها امتحانات. احنا معانا دلوقتي على التليفون اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه عشان نتعرف منه على التفاصيل ونطمن كمان على الاحوال هناك. صباح الخير على حضرتك يا فندم واهلا بيك في صباح الخير يا مصر. طيب يبدو اننا فقدنا الاتصال اكيد هنحاول مره ثانيه طبعا ان احنا نتصل باللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه. محافظه الاسكندريه من اكثر المحافظات اللي بتتاثر عاده بالتغيرات المناخيه والتقلبات الجويه كمان. اكيد يعني احنا اسكندريه معروف من زمن عدد من النواد بتيجي كل سنه نوت الفيض الكبير نوت الكرم المكنسه في عدد كبير من النواد. نوت الكرم بيبقى يعني مبين من اسمها فيها كرم في المياه يعني في شده رياح في امطار عديده هناك ارتفاع في موج البحر كلها امور هنتناقش فيها مع سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه حينما نصل اليه مره اخرى على الهاتف. زي ما بقول لحضراتكم يعني هناك اجراءات بيتم اتخاذها زي تعطيل المصالح الحكوميه تعطيل المدارس هناك ايضا استعدادات في المرور استعدادات
في شركات الصرف الصحي عشان مياه الأمطار، وأيضا محطات رفع المياه الخاصة بالأمطار. يعني هناك عدد كبير من الأجهزة في الدولة بتستعد لمثل هذه الظروف الجوية، لكن على أي حال النهاردة اسكندرية تحديدا وحصل فيها تعطيل وتم الإعلان عنه بالأمس، الناس هتبقى أجازة النهاردة في اسكندرية في المصالح والأشغال وفي المدارس. طبعا بنوجه ندائنا للسادة المواطنين القاطنين في محافظة الإسكندرية، أرجوكم محدش ينزل إلا وهو مضطر أن يكون موجود في الشارع عشان حركة المرور ولتسهيل الشغل للناس اللي بترفع المياه، لتسهيل شغل القائمين على المرور. وايضا يعني ربنا يسلم الحال الصيادين كمان، النهارده من المفترض مش هيكونوا بيقوموا بالصيد في البحر المتوسط نتيجه ارتفاع الامواج، المياه الامطار الشديده يعني من المتوقع في خلال يعني الساعات القليله، وان كان من الممكن يكون بدات بالفعل الامطار في اسكندريه زي ما بدات في بعض المحافظات او بدات على القاهرة، في مناطق غرب القاهرة ابتدت تمطر دلوقتي مطر خفيف. من المفترض على حسب التوقعات الجوية أن المطرة مش هتكون ممتدة لعدد كبير من الساعات، يعني الناس توقعت أن هيكون في ساعة أو ساعتين من الأمطار، نتمنى أن يكون الساعة دي أو الساعتين مش مكثفين في كمية المياه ويكون المطر خفيف عشان نعدي إن شاء الله الموجة دي اللي هتستمر يعني يقال لحد يوم السبت أو الحد اللي جاي، وبعدها هتبدأ درجات الحرارة ترتفع ارتفاع طفيف عشان تعدي الفترة البرد الشديد دي. فإن شاء الله خير، وقلوبنا مع كل الناس اللي ممكن تكون موجودة في الشارع نظرا لظروف عملها في هذا الوقت من العام. طيب مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، والحمد لله حالفنا الحظ وعدنا الاتصال بسيدة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عشان نطمن على محافظة الإسكندرية اللي طبعا بتواجه موجة الطقس السيء زيها زي باقي محافظات مصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. لو تطمننا يا فندم على الجو في إسكندرية، الأحوال دلوقتي شكلها عامل إزاي، وأيضا الاستعدادات لمجابهة ومواجهة هذا الطقس السيء. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل المصريين. وخليني أقول لا، إسكندرية مختلفة شوية عن كل المدن الجمهورية في موجة الطقس السيء، فهي الموجة عندنا أشد كتير جدا من بعض المحافظات الأخرى. النهاردة بنواجه موجة صعبة جدا الحقيقة، النوى اللي احنا فيها دلوقتي فيها الأمواج زي ما احنا شايفين هتصل لارتفاعها من 5.5 إلى 6 متر، وعندنا مشكلة في الرياح، عندنا الرياح بسرعة من 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، بالإضافة للأمطار من متوسط إلى غزير. احنا من بعد اتصالات الفجر مباشرة الأمطار عندنا غزيرة على جميع أحياء اسكندرية، آسف أمطار متوسطة، وحتمتد الفترة اللي جاية هتبقى غزيرة. ونظرا لسوء الأحوال الجوية دي احنا يمكن عطلنا النهاردة كل المصالح الحكومية والجهات التنفيذية، وأبقينا فقط على امتحانات نصف العام اللي هي لأولادنا في الابتدائي والإعدادي والثانوي والمعاهد الأزهرية. طبعا الاستعدادات لموسم الأمطار والنوات طبعا استعداد بتبقى منذ عدة شهور. خليني أقول لك يعني الدور الأول بيبقى شركة الصرف الصحي المسؤولة عن تراكمات المياه اللي موجودة في شوارع المدينة أو في شوارع المحافظة بالكامل. عندنا أسطول كبير جدا وقوي، أكثر من 110 عربية كبيرة، عندنا بدلات، بالإضافة بيبقى في استعدادات معانا من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى القوات البحرية طبعا لها بيبقى ليها الدور الأكبر عشان عندها أسطول ضخم جدا يستخدم في هذه النواة.
طبعا يا فندم، يعني ربنا يسلم الاحوال، وان شاء الله طبعا نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله هذه النوة تمر سريعا وتمر ايضا بسلام. نشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية. طيب لسه مكملين مع حضراتكم في فقرات صباح الخير يا مصر، وهذه الفقره هي الفقره الاخيره وفقره هامه جدا الحقيقه. تابعنا زياره هامه للرئيس الجزائري لمصر، تم التوافق فيها على عدد من الموضوعات المهمه سواء التعاون المشترك او القضايا الاقليميه زي الازمه الليبيه والارهاب وغيرها. خلينا نقرا مع حضراتكم هذه الرسائل. رسائل اول زياره للرئيس الجزائري لمصر مع الدكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بالاهرام. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. اهلا بيك. يعني في البدايه قبل ما نتحدث عن هذه الزياره واهميتها وقراءتك لاهم رسائلها، يعني طبعا احنا فقدت الصحافه المصريه قيمه كبيره، الكاتب الصحفي ياسر رزق. يعني لو حضرتك توجه كلمه للكاتب الصحفي ايضا ولتلاميذه ومحبيه. يعني طبعا نترحم على الصحفي الكبير الاستاذ ياسر رزق، يعني الذي نعتبر ان الصحافه المصريه فقدت احد رموزها المهمين، كان له بصمات واضحه في الاخبار والاخبار اليوم، كان له بصمات واضحه وقويه في نقابه الصحفيين، ثم كان ياسر رزق شاهدا على اهم فتره في تاريخ مصر الحديث وهي فتره يناير وثوره 30 يونيو، واصدر كتابه الشهير المهم الذي وثق لهذه الفتره سنوات الخمسين من يناير الغضب الى يونيو الخلاص، وكان حقيقه بمثابه تاريخ وتوثيق لهذه الفتره المهمه التي مرت بها مصر ونجت منها بسلام بفضل الدوله المصريه والجيش المصري، وكان ياسر رزق احد الداعمين للدوله المصريه حقيقه. لذلك نترحم عليه والعزاء لاسرته والصحافه المصريه كلها ولمؤسسته اخبار اليوم والاخبار. بكل تاكيد. طيب دكتور احمد، هي زياره اولى للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. كتير من الناس لما بيحصل زيارات متبادله ما بين قاده سياسيين او دبلوماسيين ما بين دول بيتسالوا، طب يعني هل اللقاء ده شكل من اشكال اللقاءات الدبلوماسيه ولا في فعلا ملفات حقيقيه ممكن تكون متبادله ما بين الدول؟ وده اللي كان السؤال اللي مطروح في زياره الرئيس عبد المجيد تبون. ايه ممكن يكون شكل التعاون ما بين مصر والجزائر؟ اهم الملفات اللي ممكن تكون تم التبادل الرؤى فيها والاتفاق عليها في هذه الزياره. يعني اذا وصفنا العلاقات المصريه الجزائريه نستطيع ان نقول انها علاقات شراكه استراتيجيه متميزه. يعني نموذج العلاقات المصريه الجزائريه هو نموذج رائد في اداره في العلاقات العربيه العربيه، لانها لها خصوصيه كبيره، هي نموذج لما ينبغي ان تكون عليها العلاقات العربيه العربيه. اولا هي شراكه على كل المستويات السياسيه الاقتصاديه. هناك مساران مهمان يحكمان هذه العلاقات، مسار العلاقات الثنائيه وهو ينمو بشكل مستمر، التبادل التجاري، الاستثمارات، العلاقات الاقتصاديه، باعتبار ان مصر والجزائر دولتان مهمتان في اقليم الشرق الاوسط. هذا المسار دفعته الزياره بالطبع في اطار اللجنه العليا المشتركه الجزائريه المصريه التي ستعقد اعمالها قريبا، ايضا في اليه التشاور السياسي، وبالتالي هي علاقات قويه على المستوى الثنائي. المسار الآخر الذي يسير بالتوازي هو مسار القضايا الإقليمية. يعني نقول أن المنطقة العربية خاصة في العقد الأخير يعني أصبحت منطقة مضطربة، وكثير من دولها تعاني من أزمات وصراعات في ليبيا، في سوريا، في اليمن وغيرها. هنا ما نطلق عليه مسمى دول قلب الصلب، يعني مصر أحد دول قلب الصلب في المنطقة، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية، الكويت، الجزائر. هذه الدول تمثل ما سماه صمام الأمان في الحفاظ على النظام الإقليمي العربي والأمن القومي العربي وفي إدارة القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية. وبالتالي تنبع أهمية هذه الزيارة، هي زيارة مهمة في توقيتها في مخرجاتها، كما أشار وتناول الزعيمان الرئيس السيسي والرئيس تبون العديد من الملفات الجوهرية المهمة التي تمس المنطقة بالطبع. كان أولها الملف الليبي، يعني ليبيا دولة جوار لكل من مصر والجزائر، هناك آلية التشاور الثلاثي التي تضم تونس أيضا بشأن ليبيا. نقول أن هناك تطابق، يعني ليس توافق، تطابق في وجهات النظر حول الأوضاع في هذه الملفات، منها الملف الليبي. يعني طبعا دعم العملية السياسية خاصة بعد آخر الانتخابات، خروج القوات المرتزقة والقوات الأجنبية، محاربة الإرهاب، تحقيق المصالحة الليبية، وتأكيد أن الحل بأيدي الليبيين، لأن استقرار ليبيا هو استقرار للجزائر واستقرار مصر، وأمن ليبيا هو من أمن الجزائر وأمن مصر. وبالتالي كان هناك آلية واتفاق على دعم العملية السياسية في المرحلة المقبلة، وهو يمثل أهمية كبيرة في هذا الملف المهم.
هناك أيضا الملف القضية المركزية القضية الفلسطينية التي يعني نقول هنا أنها تمثل جزء أساسي من أجندة السياسة الخارجية المصرية في كافة المستويات وكافة سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية. دائما الرئيس السيسي اللي هي مقولة أن القضية المركزية هي مفتاح الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، هي القضية المركزية للعرب. كانوا هناك طبعا ثلاث مسارات تحكم التنسيق المصري الجزائري في التعامل مع القضية الفلسطينية، مسار إحياء عملية السلام ورفض أي سلوكات انفرادية تهدد عملية السلام مثل الاستيطان، إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعلى سمتها القدس الشرقية، مسار آخر مسار إعادة الإعمار، ومصر كانت من أول الدول التي قدمت نصف مليار دولار لإعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي، ثم المسار الثالث الذي تتكامل فيه أدوار الدولتين وهو مسار تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكما أشاد بها الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع أخيه الرئيس تبون. هذه القضية تمثل أيضا محورية مهمة في المحادثات، وأعتقد أنها تمثل دفعة قوية للقضية الفلسطينية. هناك الملف الثالث وهو المتعلق بالقمة العربية، يعني القمة العربية الجزائر ستستضيفها في القمة المقبلة، صحيح يعني تأجلت لظروف خاصة بجائحة كورونا، وأعتقد أن هناك إرادة كما قال الرئيس السيسي إرادة سياسية لدى الجانبين. هنا يعني نضع خط تحت كلمة الإرادة السياسية، إرادة مصرية جزائرية على إن العمل على مواجهة التحديات العربية، العمل العربي المشترك، تهيئة كل الأجواء والظروف التي يعني تساهم في إنجاح القمة العربية لتخرج يعني بمخرجات تواجه هذه التحديات. في ظل كمان إصرار الحقيقة الجزائر في عودة سوريا مرة تانية للقمة العربية، كان في أيضا يا فندم ملف مهم جدا تم التباحث والتطرق ليه هو ملف سد النهضة. سؤال حضرتك، إزاي ممكن تكون الجزائر ليها دور فاعل في هذا الملف، ملف سد النهضة، وهي قضية مهمة جدا بالنسبة لنا، قضية أمن قومي؟ يعني الرئيس السيسي في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2019 قال كلمة ورسالة للعالم كله، أن قضية المياه قضية حياة ووجود بالنسبة للمصريين، وبالتالي مصر متمسكة وباتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وقواعد سد النهضة. يعني المعادلة واضحة المصرية بسيطة، مصر تعترف لإثيوبيا بالحق في التنمية، بالحق في الكهرباء، في مقابل أن تعترف لإثيوبيا لمصر في الحق في الحياة في المياه. هذا يعتبر جزء من الأمن القومي، أكثر من 100 مليون مصري يعيشون على هذه المياه، وبالتالي هنا العالم كله يتفهم الموقف المصري والموقف السوداني في التواصل اتفاق ملزم يراعي مصالح جميع الأطراف. الجزائر حقيقة دولة مهمة دخلت على خط الوساطة، خط المفاوضات. الجزائر لديها علاقات يعني جيدة مع كل الأطراف سواء مصر أو السودان أو إثيوبيا، وبالتالي يمكن أن تمثل يعني عامل مهم في دفع المفاوضات، إلى جانب أيضا آلية الاتحاد الأفريقي، والجزائر يعني دولة فاعلة في الاتحاد الأفريقي. أنا في اعتقادي الرئيس السيسي أمس مع الرئيس تبون يعني أكد الرسالة المصرية بأن مصر مع المفاوضات، مصر مع القانون الدولي، مصر مع مصالح جميع الأطراف، وأعتقد أن الجزائر والأطراف الأخرى سواء القوى الكبرى حقيقة أو كل الدول، ورأينا بيان مجلس الأمن السابق الذي يؤكد حقية مصر في مكتسباتها في مياه نهر النيل، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد دفعة كبيرة في هذا الملف الحيوي والهام لكل المصريين. عظيم. طيب فندم، الجزائر دولة من الدول اللي عانت من الإرهاب بشكل كان واضح جدا في العشرية السوداء من بداية أو بداية 92 نهاية سنة 91. مصر أيضا عانت من الإرهاب في فترة يعني منصرمة قريبة، والدولتين لهم باع وتجربة فريدة في القضاء ومواجهة الإرهاب اللي مروا بيه. إزاي يكون في تنسيق ما بين دولتين زي مصر والجزائر للسيطرة على منابع الإرهاب، خصوصا أن الإرهاب كان من نابع من جماعات إسلامية في الدولتين، وأيضا ليبيا التي تتوسط الدولتين كانت في وقت من الأوقات بؤرة قوية للإرهاب. يعني التنسيق المصري الجزائري حول الإرهاب مستمر منذ فترة كبيرة، يعني كمان تأشرت مصر والجزائر عانتا من تجربتين مريرتين من الإرهاب والجماعات الإرهابية، ونجحت الدولتان حقيقة في تجاوز هذه التجربة المريرة والقضاء على الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية للبنية الأساسية للإرهاب، ويعني انحصاره بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط. أنا في اعتقادي أن هناك توافق أيضا وتطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بالرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب. يعني الرؤية المصرية أيضا التي كل العالم الآن يتماهى مع الرؤية المصرية، وهي المواجهة الشاملة للظاهرة الإرهابية، المواجهة الفكرية، الأيديولوجية، التنموية، الاقتصادية، الاجتماعية، التي تمثل مقاربة مهمة لكافة الدول الآن في التعامل مع الظاهرة الإرهابية. يعني ليبيا كما أنت أشرت هي منطقة يعني فيها حالة من السيولة، تحاول الجماعات الإرهابية استغلالها حالة ربما يعني غياب الدولة القوية في يعني الانتشار.
تنظيم داعش الإرهابي بعد انحساره في سوريا والعراق يبحث عن حضانات جديدة في إفريقيا، كان منها ليبيا، منطقة الساحل والصحراء، منطقة الصحراء الكبرى. وهنا يبرز أهمية التنسيق المصري الجزائري في المرحلة المقبلة في دعم دول الصحراء. هناك يعني دعم مهم في آلية مكافحة الإرهاب، الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتشوه الدين حقيقة بهذه الممارسات. لكن أنا في اعتقادي أن التنسيق المصري يمثل عامل مهم في ضبط الحدود، خاصة مع الحدود مع ليبيا، فيما يتعلق بتبادل المعلومات، فيما يتعلق بالتنسيق مع الدول الأفريقية التي تعاني الآن من تحديات كبيرة مع انتشار وتكاثر التنظيمات الجهادية الإرهابية. كل هذا يمثل خطوة مهمة في مواجهة الظاهرة الإرهابية التي تعاني منها المنطقة والعالم كله. وأعتقد أن أشار الرئيس السيسي أمس في أيضا في محادثاته مع الرئيس تبون إلى أن التنسيق المصري الجزائري يمثل محور مهم وارتكاز في مواجهة هذه الظاهرة الإرهابية. طيب يا فندم، كان في جانب آخر لهذه الزيارة، هو جانب هام طبعا، هو جانب اقتصادي بشكل يعني بشكل عام. سؤال حضرتك، إزاي ممكن مصر تفيد الجزائر اقتصاديا، وأيضا إزاي الجزائر ممكن تفيد مصر اقتصاديا لو كلمنا عن فرص الاستثمارية والمشروعات وما إلى ذلك؟ هذه نقطة مهمة جدا أستاذ جمانة، لأن السياسة الخارجية المصرية أحد فلسفتها هو أن السياسة الخارجية والعلاقات الجيدة وعلاقات الرئيس السياسة القوية مع دول العالم تقوم على بناء شراكات لخدمة التنمية في الداخل، وبما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المواطن المصري. دائما القضايا الاقتصادية والتنمية في محور كل لقاءات الرئيس مع كل رؤساء العالم أو دول العالم، الدول العربية أو الدول الأجنبية. الفكرة ببساطة أن مصر الآن بيئة واعدة لجذب الاستثمارات، مصر تعيش حالة استقرار سياسي وأمني كبير في ظل منطقة مضطربة، مصر هي أحد البيئات الجاذبة لهذه الاستثمارات ومنها الاستثمارات الجزائرية. بمعنى آخر، الآن في ظل جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصادات العربية ومنها طبعا الجزائر ومصر، مصر الآن لديها مشروعات قومية في محور التنمية في العاصمة الإدارية كلها تمثل بيئة مواتية حقا لجذب الاستثمارات ومنها الاستثمارات في الاستثمارات الجزائرية. الأمر الثاني، مصر لديها تجربة تنموية مهمة يمكن للجزائر الاستفادة منها في مجال البنية الأساسية، المشروعات القومية العملاقة، في مجال الإصلاح الاقتصادي، كلها تمثل مزايا نسبية يمكن للاقتصاد الجزائري أيضا أن يعني يستفيد من هذه المزايا، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المشروعات ريادة الأعمال التكنولوجيا الحديثة. في المقابل أيضا الجزائر اقتصاد قوي، اقتصاد مهم، لديه أيضا تجربة تنموية مهمة، وبالتالي هنا التعاون المصري الجزائري الاقتصادي هو أحد المداخل الأساسية أولا لتحقيق التنمية، وهو مدخل لمواجهة الإرهاب يعني التشدد والتطرف، لأن تهيئة البيئة الاقتصادية ومعالجة الفقر وكل هذا يهيئ الأرضية لتحقيق بيئة مستقرة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يجفف بيئة الإرهاب والتطرف والعنف وغيرها من البطالة التي تستغلها الجماعات الإرهابية. وبالتالي هنا العلاقات الاقتصادية قوية، علاقات التبادل التجاري، هناك اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، كل هذا يمثل فرص واعدة حقيقة تم إبرام العديد من الاتفاقات والتفاهمات المشتركة. وأعتقد أن مصر والجزائر هي من الدول التي تشهد العلاقات بينهما التبادل التجاري نموا مستمر، هذا بيؤكد دائما على يعزز العلاقات الثنائية من ناحية ويعزز التكامل الاقتصادي العربي، وبالتالي يمثل قاطرة مهمة إضافة طبعا لشراكات مصر مع دول الخليج مع الدول الأخرى. كل هذا يساهم في نهاية المطاف إلى الارتقاء بالعمل العربي المشترك وبتحقيق التنمية، وبالتالي تحقيق وضع أفضل لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة. بالتأكيد يا فندم. دكتور، لو رجعنا مرة تانية إلى الإرهاب، حضرتك اتكلمت عن المواجهة الشاملة للإرهاب، جزء من المواجهة الشاملة هو تحقيق وضع سياسي ثابت وراسخ وعملية ديمقراطية للانتخاب. ليبيا تحديدا عندها أزمة في الانتخابات ويعني مشاكل متعددة، ونحن في انتظار الانتخابات التي تم تأجيلها أكثر من مرة. مصر والجزائر لهم بكل تأكيد دور في توثيق العملية السياسية لعقد هذه الانتخابات. ممكن يكون الزعماء أو الزعيمين السيسي وتبون اتفقوا على إيه لتحقيق فعلا الانتخابات المنتظرة منذ فترة في الأراضي الليبية؟ يعني أنا في اعتقادي أن الزعيمان اتفقا على تأكيد المواقف المصرية والجزائرية الثابتة، بمعنى دعم الحل السياسي في ليبيا، تحقيق المصالحة الليبية، لأن الفكرة ببساطة أن الحل في ليبيا هو بأيدي الليبيين أنفسهم. يعني ثبت أن التدخلات الخارجية والقوى الكبرى والقوى الإقليمية الخارجية كلها تدخلت في ليبيا لأغراض ومصالح خاصة بها على حساب مصالح والشعب الليبي، وأدت إلى تعقيد الأزمة الليبية وإطالة أمدها وحالة من الاستقطاب. وبالتالي هنا
دعم الجيش الوطني الليبي، المؤسسات الوطنية الليبية، الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا. هذا هو الموقف الجزائري والمصري، ودعم الحل السياسي باعتبار أن العنف ليس في مصالح أي طرف. وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا حقيقة، والدور المصري والجزائري هو لديه مصداقية مع كل الأطراف الليبية. هذا عامل مهم على خلاف ربما أدوار أخرى وتدخلات خارجية يعني تزيدنا الاستقطاب، لكن الدور المصري كان منحاز للشعب الليبي، للدولة الليبية، للمصلحة الليبية. هذا ما ساهم في أن تكون مصر حقيقة أحد عوامل الاستقرار في ليبيا على عكس الأطراف الأخرى التي تؤدي لزعزعة الاستقرار. وبالتالي المرحلة المقبلة مهمة، هناك الآن يعني مبادرات دولية والأمم المتحدة وزخم. أعتقد أن التنسيق المصري الجزائري سيساعد في تهيئة وإنضاج الظروف من أجل إتمام العملية السياسية وإجراء الانتخابات المفترض يعني بعد 6 أشهر. إن شاء الله يا فندم. دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، نشكرك يا فندم جزيل الشكر على وجودك معنا وعلى كل هذه الإيضاحات. شكرا. شكرا جزيلا يا فندم، وشكرا لكم حضرات السادة المشاهدين. كنا معاكم زي ما تعودنا كل يوم من الساعة 7 الصبح للساعة 10 الصبح في 3 ساعات من برنامج صباح الخير يا مصر. يجعل نهاركم نادي، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعادة لحضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.